صباح الخير على كل المصريين اللي بيشوفونا النهارده على شاشه التلفزيون المصري من خلال القناه الاولى او الفضائيه المصريه. اهلا بحضراتكم في حلقه جديده من برنامجكم صباح الخير يا مصر. صباح الخير يا هدير. صباح الخير عليك يا مصطفى، صباح الخير على كل مشاهدينا في كل مكان. اهلا بحضراتكم وحلقه جديده من صباح الخير يا مصر. الحقيقه انه بقى لنا يعني حوالي تقريبا اسبوعين كده وكل الناس بتتكلم عن الفيروس المخلوي وليه انتشر فجاه في الفتره الاخيره وخصوصا ما بين الاطفال. هل هو فيروس خطير؟ هل هو وباء؟ اعراضه ايه؟ العلاج المتاح ليه؟ علشان كده يمكن وزير الصحه الدكتور خالد عبد الغفار عمل امبارح مؤتمر صحفي في مدينه ناصر الطبيه، وضح من خلال هذا المؤتمر للرأي العام كل الأسئلة اللي كانت مطروحة قبل كده، وكمان وضح الوضع الحالي دلوقتي فيما يتعلق بمدى انتشار الفيروس المخلوي. طمن الناس بأنه الوضع الوبائي في مصر مستقر جدا الحمد لله، مفيش أي داعي أن الناس تقلق، ده فيروس عادي ما هواش وباء ولا أي حاجة. فيروس من 20-30 فيروس بيصيبه الجهاز التنفسي، موجود من زمان زيه زي فيروس الأنفلونزا، والغالبية العظمى من الحالات بتعاني من نفس الأعراض الخاصة بدور البرد المتعارف عليه سواء سخونة أو رشح أو كحة. على أي حال يعني خلينا لو حبينا نقرأ في التاريخ هنلاقي أن الجذور بتاعت هذا الفيروس واضحة. رسالة الدكتور خالد عبد الغفار كانت واضحة ومطمئنة للجميع، لأن هذا الفيروس موجود من سنة 1956، يعني بمعنى آخر أن فيروس موجود من سنة 1956 وما عملش أي أوبئة، فمعنى ذلك أنه هو فيروس سهل ما هوش صعب. الدنيا ممكن ببعض العلاج ببعض الاهتمام يعني يزول بشكل سريع. طبيعي أنه هو طبعا ينتشر في فترة تقلبات الجو، وطبيعي أنه هو ينتشر في فترة بداية الشتاء زي باقي الفيروسات كلها اللي بتضرب الجهاز التنفسي عند الإنسان. عموما وزارة الصحة أكدت أن فترة حضانة هذا الفيروس بتكون من 4 إلى 6 أيام، بيصيب أكتر الأطفال اللي ما عندهمش مناعة كويسة. وزير الصحة قال أن لحد دلوقتي عدد الإصابات بلغ حوالي 1611 حالة، وأعراض هذا الفيروس أعراض بسيطة جدا، مفيش منها أي ضرر أو أي خوف حتى على الأطفال. هو الأكيد أن احنا خصوصا في فترة كورونا اتعلمنا بشكل كبير إزاي نقي أنفسنا من هذه الفيروسات وإزاي نتعامل كمان مع الإصابة. لو احنا بنتكلم على إصابة الأطفال وده منتشر في الأطفال اللي أقل من عامين، لو أنت عندك طفل مصاب أكتر من عامين بيروح حضانة بيروح مدرسة لازم يقعد في البيت وما يروحش الحضانة ولا المدرسة، لأنه طفل واحد يعدي فصل كامل. فلازم يكون عندنا مسؤولية مجتمعية يا جماعة تجاه بعض، ونلتزم لو طفل عيان يقعد في البيت وناخد بالنا منه من التغذية، ما نديش أدوية عمالة على بطال، ما نديش مضاد حيوي، لأن كل الأمهات ما شاء الله شغالة في المضادات الحيوية من غير ما تعود لطبيب، لأنه مهم جدا أن احنا هنا مش بنعالج الفيروس، احنا بس بنعالج الأعراض. يعني يا ريت الناس تخلي بالها، وكمان يعني الناس ما تشاركش انها تنقل الإصابة من حد لحد، ونهتم بالتغذية السليمة وانه العيان يقعد في البيت وياخد يعني قسط كده من الراحة وما ياخدش علاج غير بالرجوع للطبيب، لانه زي ما كنت بقول لحضراتكم احنا هنا بنعالج أعراض سواء بنتكلم على سخونية او رشحة او كحة، لانه ما فيش علاج للفيروس نفسه، الموضوع كله بروتوكول علاجي للأعراض، ونسبة الشفاء بإذن الله بتكون مرتفعة جدا. بالفعل مهم جدا ان احنا نركز على فكرة
ان العلاج هو اللي يحدده هو شخص واحد هو الطبيب. يا جماعه بلاش موضوع حقنه البرد ده والنبي اللي البعض يعني بيستسهل وبيديها للطفل. الحقنه دي مضره جدا وخطر جدا جدا، وبتكون مزيج من الادويه الخاصه بالسخونه والمضاد الحيوي والفيروس وحاجات كتير جدا. على اي حال الدكاتره او الاطباء قالوا ان هذا الفيروس لا يعالج بالمضاد الحيوي، هنا بيكون مصدر الخطوره. عشان كده بنقول الموضوع بسيط، يا ريت نتعامل معاه باعتباره دور برد عادي جدا، اعراضه خفيفه جدا من غير مضاد حيوي، خد ادويه البرد بس، هياخد له من 4 لـ6 أيام على اقصى تقدير وينتهي هذا الفيروس. وربنا يحفظكم، بنصبح على حضراتكم صباح الخير. خلينا نروح مع حضراتكم دلوقتي لمنى الشرقاوي تطمنا على اخبار المرور والشوارع قبل ما تبتدوا تنزلوا ان شاء الله. صباح الخير عليك يا منى. صباح الخير يا غدير. صباح الخير يا مصطفى. صباح الخير على كل مشاهدينا اللي بيشوفونا من كل مكان. يلا بسرعه نتابع مع بعض احوال المرور في مناطق مختلفه من مصر قبل ما تنزلوا عشان تطمنوا على حاله المرور. نبتدي على طول جولتنا من القاهره زي ما احنا متعودين، والخريطه زي ما احنا شايفين موجوده معانا. هنبتدي من كوبري 15 مايو، احنا شايفين سيوله مروريه نسبيه ما فيش عندنا فيها مشاكل. الكورنيش هنلاقي فيه كثافات مروريه بسيطه، هتزيد بعد شويه للمتجه لميدان التحرير، وهنلاقي كمان بعض الكثافات اللي هتكمل معانا لغايه المعادي وحلوان. لو بصينا عند طريق الاوتوستراد هنلاقي اتجاه القادم من مناطق التبين في اتجاه المعادي هنلاقي فيه طبعا اغلاق في الطريق وتحويل لحركه المرور للاتجاه الاخر. لو بصينا بقى على اتجاه كوبري اكتوبر لمناطق الاسعاف ورمسيس احنا شايفين كثافه مروريه على طول كوبري اكتوبر ولغايه نزله غمره والعباسيه. ولو بصينا على شارع بورسعيد واللي واخد شارع بورسعيد هيكمل بيه للشرابيه وحدائق القبه وكوبري السواح والاميريه، كل ده احنا شايفين فيه كثافه مروريه. وبرده لو بصينا عند العكس هنلاقي كثافه مروريه. لو وصلنا عند كوبري الزاويه الحمراء هنلاقي كثافه وبرده منطقه الوادي. ناخد بالنا طبعا ان في غلق لطريق بن زايد الجنوبي لمده شهر، وده طبعا بيستلزم اجراء بعض التعديلات لتسيير حركه المرور، وكمان الاداره العامه للمرور عينت الخدمات المروريه، وده طبعا تزامن او بيتزامن مع تنفيذ اعمال تطوير طريق الاوتوستراد، والموضوع ده بيتضمن تنفيذ كوبري دوران للخلف اعلى طريق الاوتوستراد بمنطقه المجزر الالي، وده طبعا هيستلزم غلق كلي لشارع الصيانه المتفرع من طريق الاوتوستراد ولغايه شارع الجزائر، وتحويل حركه المرور في اتجاه المذبح، وده طبعا لتنفيذ القواعد الخرسانيه للكوبري. خلينا نشوف بقى الجيزه اخبارها ايه. احنا دلوقتي في الجيزه وهنشوف الكثافات موجوده في المحور للجاي من ميدان لبنان بسبب توسعه الطريق وغلقه في بعض المناطق، والكثافات دي هتستمر معانا لغايه ما بنوصل لميدان لبنان اللي هيتجه لاكتوبر. في سيوله مروريه احنا شايفين، ولو رحنا لمحور صفت احنا شايفين كثافه مروريه هتزيد قبل اشاره جامعه القاهره زي ما احنا متعودين. لو بصينا بقى على اتجاه شارع الهرم هنلاقي طبعا الكثافات المروريه هتبتدي تظهر، واحنا عارفين ان في تحويلات عشان غلق الشارع كليا لمسافه 500 متر بسبب اعمال انشاء المترو، والفتره دي احنا تعودنا على الكثافات اللي بتكون موجوده في المنطقه دي. هنلاقي كمان كثافات مروريه متحركه في ميدان مصطفى محمود وشارع جامعه الدول العربيه، وده برده نتيجه غلق موجود في ميدان سفنكس بسبب إنشاء محور 26 يوليو الموازي. خلينا بقى نروح مع بعض للإسماعيلية. اللي رايح محافظة الإسماعيلية من خليل الطريق الصحراوي هيلاقي سيولة مرورية تامة هتستمر من أول القاهرة ولغاية مدخل المدينة. اللي هيتجه من خلال طريق زراعي وطريق ترعة الإسماعيلية هيلاقي الطريق كويس، لكن طبعا هيلاقي بعض الكثافات عند مدخل عدد من المدن على طول الطريق. لو دخلنا جوه المدينة وبصينا في الشوارع هنلاقي سيولة مرورية كبيرة خصوصا على الطريق الدائري حوالين مدينة الإسماعيلية وطريق عثمان أحمد عثمان اللي بيوصل بين الجامعة والاستاد ومجمع المحاكم، كل ده هنلاقي فيه سيولة مرورية، لكن هنلاقي بعض الكثافات المتحركة اللي مش هتأثر أبدا على حركة الطريق. ولو خرجنا بقى واتجهنا لمدينة بورسعيد عن طريق الطريق الدائري أو طريق الإسماعيلية هنلاقي سيولة مرورية تامة ومفيش أي مشاكل. نتحول بقى من منطقة القناة لجنوب الصعيد
ونكمل مع بعض مع محافظة سوهاج واللي هنبتدي فيها من محطة قطر سوهاج. هنبص هنا هنلاقي الطريق ليها بيشهد كثافات نسبية احنا متعودين عليها بنلاقيها عند محطات القطار، لأن الجميع بيستقل القطار ومنه بيتوزع لأماكن مختلفة في البلد. هنمشي كمان ونشوف طريق عبد المنعم رياض، احنا شايفين الطريق اللي بيربط بين عدة طرق رئيسية، كل ده فيه سيولة مرورية، لكن بعض الكثافات المرورية في نهر النيل أو أعلى نهر النيل، وكمان الطريق اللي بيؤدي للجامعة في طبيعة الحال هنلاقي فيه بعض الكثافات النسبية، وكمان طريق مستشفى جامعة سوهاج. لو بصينا كمان هنلاقي بعض الكثافات البسيطة خالص اللي هتزيد مع ساعات الذروة الصباحية عند المستشفى العام ومجمع المحاكم وشارع التحرير. وأخيرا لو بصينا على طريق أسوان الزراعي الغربي احنا شايفين سيولة مرورية. إجمالا احنا ما عندناش أي تعطيل مروري في أي مكان إلى الآن، إن شاء الله اليوم يمشي كويس وبسيط ويبقى فيه سيولة مرورية تامة في مختلف الأماكن لو التزمنا بقواعد السير والمرور. على طول نروح لهدير والمصطفى نبتدي معاهم أخبارنا النهاردة في صباح الخير، تفضل. شكرا لك. بنبدأ أخبارنا بالخبر التالي. سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي عاد امبارح إلى أرض الوطن بعد حضور سيادته لحفل افتتاح بطولة كأس العالم بالدوحة. قبل مغادرة سيادته مقر إقامته بالعاصمة القطرية الدوحة، أجرى اتصالا هاتفيا مع الأمير تميم بن حمد الثاني أمير دولة قطر، وتقدم سيادته بالتهنئة لقطر قيادة وشعبا على نجاح حفل افتتاح بطولة كأس العالم لكرة القدم وانطلاق البطولة بشكل مشرف يليق بمكانة الدولة العربية. غادر السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي العاصمة القطرية عقب مشاركة السيد الرئيس في فعاليات حفل افتتاح كأس العالم لكرة القدم والذي يقام بالعاصمة القطرية الدوحة. وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن مشاركة السيد الرئيس في هذا الحدث الرياضي العالمي تأتي تلبية لدعوة شقيقه سمو الأمير تميم بن حمد الثاني أمير دولة قطر، وذلك في ضوء العلاقات الأخوية الوثيقة التي تربط بين مصر وقطر، عائدا بسلامة الله إلى أرض الوطن. امبارح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية السفير بسام راضي قال إن سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي تصافح مع الرئيس التركي أردوغان في الدوحة، وتم التأكيد المتبادل على عمق الروابط التاريخية اللي بتربط البلدين والشعبين المصري والتركي، وكمان تم التوافق على أن تكون تلك بداية لتطوير العلاقات الثنائية بين الجانبين. سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي ألقى كلمة يوم أمس بمناسبة أسبوع الاتحاد الإفريقي لإعادة الإعمار والتنمية فيما بعد الصراعات. أكد سيادته استمرار الجانب المصري في بذل كافة الجهود لدعم سبل استدامة السلام وترسيخ الاستقرار في القارة الإفريقية، ودعا الشركاء الدوليين لاستمرار دعمهم لتعزيز جهود القارة السمراء نحو غد أفضل. نروح مع حضراتكم دلوقتي لمنة شرقاوي ونتعرف منها على أسعار الذهب والعملات، تفضل يا منة. شكرا لك يا هدير. يلا مع بعض نتابع متوسط أسعار صرف العملات الرسمية ونشوف مع بعض العملات اتحركت إزاي. هنبتدي بالدولار الأمريكي، الشراء 24 جنيه 47 قرش و 24 جنيه 54 قرش للبيع. اليورو بيسجل 25 جنيه و3 قروش للشراء، 25 جنيه و12 قرش للبيع. الجنيه الاسترليني بيسجل 28 جنيه 87 قرش للشراء، 28 جنيه و97 قرش للبيع. الفرنك السويسري بيسجل 25 جنيه 21 قرش للشراء، 25 جنيه و60 قرش للبيع. اليوان الصيني بيسجل 3 جنيه 41 قرش للشراء، 3 جنيه 42 قرش للبيع.
الريال السعودي بيسجل 6 جنيه و50 قرش للشراء، 6 جنيه 53 قرش للبيع. الدينار الكويتي بيسجل 79 جنيه و30 قرش للشراء، 79 جنيه 66 قرش للبيع. أما الدرهم الإماراتي بيسجل 6 جنيه 66 قرش للشراء، 6 جنيه 68 قرش للبيع. أما بالنسبة لمتوسط أسعار الذهب فخلينا نشوف الجرام بيسجل كام. الجرام عيار 18 بيسجل 1114 جنيه، الجرام عيار 21 بيسجل 1300 جنيه، الجرام عيار 24 بيسجل 1486 جنيه، أما الجنيه الذهب بيسجل 10400 جنيه. خلينا على طول نرجع تاني لمصطفى والهدير نكمل باقي أخبارنا وأحداثنا اللي حصلت امبارح. اتفضل. شكرا جدا. امبارح أيضا كان في أخبار وأحداث مهمة، منها الاجتماع اللي عقده الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء لاستعراض التقديرات الأولية للموازنة العامة للدولة للعام المالي الحالي 2022-2023 ومتابعة مستجدات برنامج الطروحات العامة في البورصة المصرية. كمان امبارح رئيس الوزراء تابع جهود صندوق مصر السيادي في جذب الاستثمارات الأجنبية. في مجموعة من الأخبار المهمة اللي حصلت امبارح، منها الاجتماع اللي عمله الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء لاستعراض التقديرات الأولية للموازنة العامة للدولة للعام المالي 2022-2023 في ضوء الأوضاع الاقتصادية الراهنة. وأكد رئيس الوزراء أهمية الاستمرار في نهج الانضباط المالي والحفاظ على المسار الآمن للموازنة العامة رغم التحديات الجسيمة اللي بتواجه مختلف دول العالم في الفترة الحالية. امبارح برضو عقد الدكتور مصطفى مدبولي اجتماع لمتابعة مستجدات برنامج الطروحات العامة في البورصة المصرية، وقال رئيس الوزراء إن الهدف الأساسي من برنامج الطروحات بيتمثل في تحقيق أفضل عائد مادي للدولة وتعظيم الاستفادة من أصولها من خلال إتاحة الفرصة سواء للطرح العام للمواطنين أو للقطاع الخاص للمشاركة مع الدولة في زيادة فعالية ونجاح هذه الأصول وجذب المزيد من الاستثمارات المباشرة. امبارح اجتمع رئيس الوزراء مع ممثلي شركة فورورد ايجيبت للصناعات الرياضية المشاركة في تصنيع الكرة الرسمية لمونديال 2022، وتوجه رئيس الوزراء بالتهنئة لمسؤولي جهاز مشروعات الخدمة الوطنية وممثلي الشركة على خطوة تصنيع هذا المنتج الرياضي المميز بالشراكة بينهم. امبارح برضو عقد الدكتور مصطفى مدبولي اجتماع تابع فيه جهود صندوق مصر السيادي لجذب الاستثمارات الأجنبية على المدى القصير والمتوسط والطويل والإجراءات الخاصة ببرنامج الطروحات في عدد من القطاعات وكمان الاستثمارات المرتقبة في مشروعات محطات تحلية مياه البحر. امبارح المتحدث العسكري للقوات المسلحة نشر على صفحته الرسمية على فيسبوك إنه في إطار حرص القوات المسلحة على المشاركة في تنظيم الفعاليات الكبرى، نظمت القوات الجوية مؤتمر صحفي للإعلان عن تنفيذ عرض الغردقة الجوي هيرجادا إير شو 2022 المقرر تنفيذه في نهاية الشهر الجاري بمنطقة سهل حشيش بمشاركة فريق الألعاب الجوية المصري النجوم الفضية وفريق الألعاب الجوية البريطاني السهام الحمراء. كمان امبارح المتحدث العسكري للقوات المسلحة نشر على صفحته الرسمية على فيسبوك إنه في إطار دعم العلاقات المتميزة وتعزيز التعاون وتبادل الخبرات مع القوات المسلحة للدول الشقيقة والصديقة، انطلقت فعاليات التدريب البحري الجوي المصري ميدوزا 12 اللي هيستمر لعدة أيام بنطاق مسرح عمليات البحر المتوسط بجمهورية مصر العربية، وده بمشاركة عناصر من القوات الجوية والبحرية والقوات الخاصة المصرية واليونانية والقبرصية والسعودية والأمريكية وكل من الإمارات والبحرين وألمانيا وفرنسا والمغرب والأردن والكونغو ورومانيا بصفة مراقب. نروح مع حضراتكم لجولة المحافظات ومعانا مجموعة من الأخبار والأحداث المهمة اللي حصلت امبارح في المحافظات. من اعتماد 50 مليون جنيه كدفعة أولى لإعداد المخططات الاستراتيجية ل 74 منطقة صناعية في مختلف المحافظات، وكمان في محافظة الدهقلية استلمت 20 ألف كرتونة لمواد غذائية من مؤسسة حياة كريمة لتوزيعها على الأسر الأولى برعاية. وأيضا في كفر الشيخ تم فتح باب التقدم لاختبارات للمشروع القومي للموهبة. أخبار تانية كتير هنعرفها مع حضراتكم من خلال هذا التقرير.
محافظات مصر شهدت امبارح أخبار وأحداث كتيرة، منها تصريحات اللواء هشام أمنة وزير التنمية المحلية اللي أكد فيها أنه تم اعتماد 50 مليون جنيه كدفعة أولى لإعداد المخططات الاستراتيجية والتفصيلية لـ 74 منطقة صناعية تحت ولايات المحافظات، وده بهدف رفعها على الخريطة الاستثمارية الجديدة لمصر اللي بتوضح جميع الفرص الاستثمارية الجاهزة للاستثمار في مختلف المحافظات. في الدقهلية تسلمت المحافظة قافلة جديدة من الدعم الغذائي والنقدي المقدم من مؤسسة حياة كريمة لتوزيعها على الأسر الأولى بالرعاية. القافلة بتضم 20,000 كرتونة مواد غذائية. في الإسكندرية استقبل المحافظ اللواء محمد الشريف يانغ يي قنصل عام الصين بالإسكندرية. خلال اللقاء تم بحث تعزيز سبل التعاون والاستثمار في مجالات الطاقة المتجددة في المحافظة. في الأقصر حلقت العديد من رحلات البالون في سماء مدينة الأقصر، وبلغ عدد الرحلات 51 رحلة، وعدد السائحين اللي استقلوا هذه الرحلات 1600 سائح. في المنيا أعلنت مديرية الصحة بالمحافظة توقيع الكشف الطبي على 13,257 طفل حديث الولادة بالوحدات الطبية ومراكز الرعاية الأساسية بكل مدن ومراكز المحافظة خلال شهر أكتوبر اللي فات، وده في إطار مبادرة السمعيات اللي بتأتي ضمن مجموعة المبادرات اللي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي حرصاً على صحة الطفل المصري. في كفر الشيخ أعلنت مديرية الشباب والرياضة فتح باب التقدم لاختبارات قبول دفعة جديدة للمشروع القومي للموهبة والبطل الأولمبي في ألعاب التايكوندو والمصارعة. في سوهاج تابع المحافظ اللواء طارق الفقي بدء أعمال مشروع إنشاء محطة الغربلة بحي الكوثر على مساحة 21,000 متر مربع بتكلفة 195 مليون جنيه، وده بالتعاون بين المحافظة ووزارة الزراعة واستصلاح الأراضي والهيئة القومية للإنتاج الحربي. في الأليوبية ذكرت الدكتورة مفيدة رجاء منسق القوافل الطبية إن القافلة الطبية العلاجية اللي تم تنظيمها بحي الشباب بمدينة العبور قامت بتوقيع الكشف وصرف العلاج على 1313 حالة بمختلف التخصصات الطبية على مدار يومين. في الشرقية قال المهندس حسين أحمد طلعت وكيل وزارة الزراعة بالمحافظة إن المديرية بتتابع حالياً زراعة المحاصيل الشتوية، وتم زراعة 60,000 فدان من محصول البنجر ضمن العروة المبكرة، وده من إجمالي 83,000 فدان هي المساحة المستهدف زراعتها من محصول البنجر هذا العام، ومتوقع أن تصل ل 85,000 فدان. في مطروح أكد رضا جبالله رئيس مدينة مرسى مطروح قيام قسم التطهير بتعقيم المصالح الحكومية ورش المبيدات بسيارة الضباب في الفترة المسائية بنطاق المدينة. ودلوقتي مشاهدينا خلينا نستعرض مع حضراتكم جولة سريعة في أحوال الطقس النهاردة. الطقس هيكون مائل للحرارة على القاهرة الكبرى والوجه البحري وشمال الصعيد وجنوب سيناء، وفي شبورة مائية الصبح على الطرق السريعة المؤدية من وللقاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء. هنلاقي كمان فرص أمطار خفيفة على السواحل الشمالية وحلايب وشلاتين. درجة الحرارة النهاردة في القاهرة 26 درجة، أعلى درجة حرارة هتكون في أسوان 32 درجة، والأقل هتكون في كاترين 20 درجة. هنتابع مع حضراتكم الطقس بالتفصيل بعد قليل. كلنا عارفين أن صعيد مصر بطبيعة الحال بيتميز دايما بأصوات عظيمة جدا فيما يتعلق بمدح النبي عليه الصلاة والسلام، الإنشاد الديني. امبارح كان في حفل توقيع ومناقشة كتاب ياسين التهامي أسرار عميد دولة المداحين. الكتاب ده كتبه الإعلامي الدكتور محمد الباز، وكان هذا التوقيع في مسرح وزارة الشباب والرياضة بالعجوزة بحضور الشيخ ياسين التهامي وعدد كبير من محبيه ومتابعيه. صدور كتاب عن الشيخ ياسين التهامي هذا حدث في حد ذاته، وهذا الحدث يتعاظم عندما يكتب الكتاب الكاتب السياسي والصحفي دكتور محمد الباز. الشيخ ياسين التهامي ظاهرة، وخصوصا عندنا في صعيد مصر حيث يعني المريدين كثر. أنا حضرت له الحقيقة في محافظات عديدة وشفت الجمهور حواليه إزاي، والنهاردة زي ما أنا شايف برضه الجمهور مش بس المثقفين ولكن عدد من المواطنين والمريدين العاديين. الكتاب في حد ذاته زي ما بقول حدث يتناول الظاهرة من البداية إلى النهاية، يتناول تأثره بشيوخ الصوفية
ويتناول أيضا تأثيره في المجتمع المصري. أنا سعيد أن أنا أبقى موجود، سعيد أن يبقى فيه كتاب بهذا الشكل، وسعيد أن احنا نأرخ للرموز سواء كانت دينية أو وطنية، بحيث بالفعل أعتقد الكتاب ده هيبقى مرجعية لأجيال كثيرة جدا، وأتصور أيضا أنه يكون عليه إقبال كبير جدا. احنا النهاردة بنطلق كتاب الشيخ ياسين تهامي أسرار عميد دولة المداحين. الحقيقة هو كتاب مش بس بيسجل مسيرة الشيخ ياسين تهامي خلال 50 سنة من بداية رحلته مع الإنشاد سنة 73 لحد الوقت ربنا يديله طول العمر، ولكن هو كمان توثيق لحالة روحية نادرة جدا. يمكن الشيخ ياسين التهامي بيتميز عن كتير من المداحين بالحالة الصوفية الخالصة النادرة اللي يمكن خلت ملايين من المتابعين مش في مصر بس ولكن في العالم كله. الكتاب الحقيقة أنا بعتبره جزء قليل جدا من اللي هو يستحقه في مسيرته، خاصة أنه أنا لما اقتربت منه فلقيت أنه هو بالفعل شخص زاهد جدا. يمكن كانت فيه معاناة شوية لإقناعه أنه يطلع كتاب عنه، لأنه دايما يقول أنا يعني مين عشان يتعمل عني كتاب. لكن إحنا خلال رحلة معاه يمكن استمرت حوالي سنة ونص من اللقاءات ومن المتابعات ومن النقاشات، فقدرت أقدم في هذا الكتاب أسرار كتيرة جدا عن حياته، آراء كتيرة جدا ليه في الحياة، عن الإنشاد، عن المنشدين، عن الصوفية، عن حتى الخطاب الديني، لأنه ليه رؤية يعني مهمة جدا. فالكتاب هو كشف ليه جوانب كتيرة جدا ما يعرفهاش ناس عن الشيخ ياسين تهامي. الكتاب ده شايل أكتر من الورق اللي شايله، يعني الكتاب ده شايل جرعة أو يعني دفعة روحية كده أكتر من الورق. الكتاب ده يتجاوز فكرة لما تقرا الكتاب هتلاقي إن الكتاب أصلا فيه طاقة الشيخ ياسين عكسها، ما نعرفش يعني هو أصلا آليات الانعكاس ده إيه، بس الكتاب هتلاقي فيه أصلا بعد يتعدى حدود المادة وحدود الورق. برضو نفس روح الشيخ ياسين اتنقلت ببراعة طبعا بتوفيق ربنا أصلا، يعني هو يعني ما حدش يعني دكتور الباس طبعا مجتهد والتقطات كبيره في الكتاب طبعا، وهو كان هو نفسه بيقول ان الكتاب ده مكتوب بشكل اصلا غير منهجيه الصحفي وغير منهجيه المحب حتى اصلا. الكتاب ده اصلا مبني على فكره محبه بين الطرفين، وطبعا انا انضميت اليهم مؤخرا كناشر. يعني طبعا الكتاب بيصدر مع احتفالنا بمولد سيدنا الامام الحسين، ويمكن الكتاب بيشرح للناس سر صعود الشيخ ياسين التهامي وتصدره للقمه لكل هذه السنوات. صحيح، يمكن ده فكرني برضو بكاتبنا العظيم جمال حمدان لما قال ان المصريين ليهم اجناس اربعه، اتكلم عن النوبه وقال ان اصولهم يعني فرعونيه، واتكلم عن وجه بحري، واتكلم عن السواحليه، ولما اتكلم عن الصعيد قال ان الصعيد اغلبهم اتى من شبه الجزيره العربيه. ده بيعيدنا لنفس القصه، ان كل مكان من دول ليه الفولكلور بتاعه. الصعيد اهم فولكلور عنده هو مدح سيدنا النبي، هو حفلات الذكر. الحفلات بتاعت ياسين التهامي بيحضرها الالاف، في عشرات الالاف، وساعات بتوصل ارقام ضخمه جدا. بيسموه عمرو دياب الصعيد، رجل معروف بين كل اهالي الصعيد بقدرته على الذكر بشكل معين، و استمتاع أهالي الصعيد بهذا النغم الصوتي وهذا النغم أيضا الموسيقي اللي بيصاحبه. دلوقتي نروح مع حضراتكم لفاصل ونرجع بعده نكمل فقراتنا، خليكم مستنيين. أهلا بحضراتكم من جديد في كل مكان. خلينا نروح مع حضراتكم دلوقتي للأخبار اللي هتحصل النهاردة بإذن الله. من هذه الأخبار هي أنه الطرق الصوفية بتحتفل بالليلة الختامية لذكرى مولد الإمام الحسين، وأيضا مكتبة اسكندرية اللي بتنظم المؤتمر الدولي للتعايش وقبول الآخر، وكمان النهاردة يكون في مباريات قوية في افتتاح المجموعات الثالثة والرابعة في كأس العالم. بالنسبة للأخبار المهمة اللي هتحصل النهاردة، فالهيئة العامة للسلع التموينية بوزارة التموين هتفحص عروض الشركات اللي هتتقدم للمناقصة الجديدة لسنة 2022-2023 لتوريد زيت خام
3000 طن زيت صويا خام محلي و1000 طن زيت عباد خام، والتسليم خلال الفترة من 15 ل 30 يناير 2023، وحيث يتم توفير زيت الطعام وطرحه للمواطنين على البطاقات التموينية وأيضاً في منافذ المجمعات الاستهلاكية. النهاردة بتستعد الطرق الصوفية للاحتفال بالليلة الختامية لمولد الحسين، وده بمشاركة الآلاف من مريدي وأتباع الطرق الصوفية. النهاردة هتنظم مكتبة الإسكندرية مؤتمر علمي تحت عنوان التعايش والتسامح وقبول الآخر بالقاعة الكبرى بمركز مؤتمرات مكتبة الإسكندرية، وهتستمر فعاليات المؤتمر على مدار 3 أيام من 22 ولحد 24 نوفمبر الجاري. لعشاق كأس العالم النهاردة موعدهم مع 4 مباريات قوية في إطار اليوم الثالث للبطولة في افتتاح دور المجموعات للمجموعة الثالثة والرابعة. هيلتقي منتخب الأرجنتين مع منتخب السعودية الساعة 12 الظهر، ومنتخب تونس مع منتخب الدنمارك الساعة 3 العصر. كمان هيلتقي منتخب المكسيك مع منتخب بولندا الساعة 6 بالليل، ومنتخب فرنسا مع منتخب أستراليا الساعة 9 بالليل. اهلا بكم من جديد. دلوقتي جه ميعادنا نعرف مع بعض التغيرات اللي هتحصل في الارصاد النهارده. هيئه الارصاد بتتوقع ان النهارده يكون الطقس مائل للحراره على القاهره الكبرى والوجه البحري وشمال الصعيد وجنوب سيناء، ويكون معتدل على السواحل الشماليه وحار على جنوب الصعيد. بالليل الجو هيكون مائل للبروده على كافه الانحاء. والنهاردة في شبورة مائية الصبح على الطرق السريعة المؤدية من للقاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء. كمان في فرص أمطار خفيفة على السواحل الشمالية وحلايب وشلاتين. خلينا نعرف تفاصيل أكتر عن الجو النهاردة من الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية. دكتورة منار صباح الخير عليك. صباح الخير على حضرتك دكتورة منى، وصباح الخير على كل السادة المشاهدين. أهلا بك. أهلا وسهلا بحضرتك دكتورة منار. خلينا نقول النهاردة الجو هيكون عامل إزاي؟ هو طبعا إحنا اليوم هنشهد استقرار الأحوال الجوية، أجواء صيفية مع ارتفاع خفيف في درجات الحرارة إن إحنا بنشهد ارتفاع خفيف في درجات الحرارة على أغلب أنحاء الجمهورية، في زيادة لفترات طلوع أشعة الشمس. الأجواء بتكون أجواء مائلة للحرارة على اغلب المناطق الشماليه، سواحلنا الشماليه، محافظات الوجه البحري، ايضا القاهره الكبرى وشمال الصعيد. اجواء حاره على جنوب الصعيد طبعا خلال فترات النهار، لكن فور دخول ساعات الليل وغياب اشعه الشمس درجات الحراره بتنخفض بشكل ملحوظ. الفرق بين فتره النهار وفتره الليل بيوصل ل 10 و12 درجه مئويه في بعض الاماكن، واجواء مائله للبروده على كافه انحاء الجمهوريه خاصه خلال ساعات الليل المتاخره والصباح الباكر. ايضا بيستمر اليوم تكون الشبوره المائيه في ساعات الليل المتاخره والصباح الباكر على اغلب الطرق الزراعيه السريعه والقريبه من المسطحات المائيه، وبتؤدي لانخفاض منخفض الرؤيه الافقيه. مهم جدا قائد المركبات المسافرين على الطرق ينظر لهم في تكون الشبوره المائيه خاصه في الصباح الباكر. بالاضافه كمان ان اليوم هيكون في فرص لسقوط الامطار الخفيفه الغير مؤثره تماما على بعض المناطق. اجمالا نقدر نقول دكتورة مرار ان شاء الله الجو هيكون مستقر ودرجات الحراره مش هتخرج عن اللي احنا متوقعينه او اللي الهيئه العامه للارصاد الجويه قالته في الفتره اللي فاتت. كل الشكر ليكي الدكتوره منار غانم، عضو المركز الاعلامي لهيئه الارصاد الجويه. وخلينا دلوقتي مشاهدينا نتابع معاكم درجات الحراره المتوقعه النهارده من قبل هيئه الارصاد الجويه. القاهره العظمى فيها 26 والصغرى 16، العاصمه الاداريه 26-15، الاسكندريه 24-15، العالمين الجديده 25-15، مطروح 24-14، دمياط 25-15، بورسعيد 24-18، والإسماعيلية 27-16. السويس العظمى فيها 26 والصغرى 18، العريش 24-17، كاترين العظمى فيها 20 والصغرى 8، طابة 26-15، حلايب 27-21، شلاتين 30-22، شرم الشيخ 29-20، والغردقة 28-19. الفيوم العظمى فيها 27 والصغرى 15، بني سويف 27-14، الوادي الجديد 30-13، أسيوط 27-12، سوهاج 29-14، قنا 31-16، الأقصر 32-17، أما أسوان العظمى فيها 32 والصغرى 17. نرجع على طول دلوقتي لهدير والمصطفى نكمل معهم باقي فقراتنا. اتفضل. شكرا يا شباب. شكرا يا مرة.
على هامش فعاليات كوب 27 أجرت زميلتنا سالي سالم لقاء مع وزيرة الثقافة، وحان وزارة الثقافة كان ليها دور مهم في مؤتمر المناخ اللي استضافته مدينة السلام شرم الشيخ. هنشوف مع حضراتكم هذا اللقاء ونرجع نكمل الكلام. ونحن هنا بصدد الحديث تحديدا عن وزارة الثقافة المصرية والفعاليات التي تتم والأنشطة سواء المقامة هنا في المنطقة الزرقاء أو المنطقة الخضراء، ويكون لنا هذا اللقاء مع وزيرة الثقافة دكتورة نيفين الكيلاني. أنا برحب بحضرتك في البداية على شاشة التلفزيون المصري. يعني مشاركة وزارة الثقافة تتجلى في هذه النسخة من المؤتمر في مدينة شرم الشيخ، سواء من الفعاليات الصباحية أو حتى المسائية التي يشارك بها العديد من وفود الدول المختلفة، تحدثينا عن هذا الأمر، تفضل. وزارة الثقافة الحقيقة استعدت للمشاركة في الفعاليات مؤتمر المناخ في شرم الشيخ كوب 27 من قبل ما يبدأ بعدة شهور عن طريق مجموعة من الفعاليات الثقافية في القاهرة والمحافظات، متمثلة في بعض الندوات والمحاضرات للتوعية بأهمية إدراك خطورة التغيرات المناخية على كافة مناحي الحياة وخصوصا على الحياة الثقافية، لأن احنا عندنا التراث الثقافي في مصر يعني مدرك تماما لأهمية الحفاظ على البيئة منذ قديم الأزل، وطبعا البرديات القديمة بتتحدث عن تقديس نهر النيل والحفاظ عليه، ويعني كان من أهم التوصيات للآلهة والحكماء القدماء في مصر القديمة أنه لا تلوث مياه النهر. فطبعا نهر النيل مقدس منذ قديم الأزل في الثقافة المصرية القديمة. الفعاليات اللي قدمتها وزارة الثقافة كانت متمثلة في ندوات توعية وخاصة للأطفال في قصور الثقافة في محافظات مصر المختلفة، وأقاموا مجموعة من المسابقات للأطفال يعني بيعبروا فيها عن مفهومهم لخطورة التغيرات المناخية وأثرها على الحياة. ده بالنسبة للاستعداد، إلى جانب مجموعة كبيرة من الإصدارات قدمتها الهيئة المصرية للكتاب والمجلس الأعلى للثقافة والمركز القومي للترجمة. هنا في شرم الشيخ كان في الجناح المصري لوزارة الثقافة بيعرض مجموعة من الحرف التراثية اللي موجودة في أقاليم مصر المختلفة، وبيظهر التنوع الثقافي الموجود وبعض المعروضات في المناطق المفتوحة في المنطقة الزرقاء كان لبعض الأعمال التشكيلية اللي معمولة من مخلفات البيئة زي الخردة والحديد الخردة والألمنيوم وهكذا. ده إلى جانب مجموعة من الندوات التثقيفية عن العمارة البيئية القديمة، وإحنا لما نتحدث عن العمارة المصرية القديمة فلازم نذكر طبعا المعماري القدير حسن فتحي. في مجموعة من المشروعات بترعاها وزارة الثقافة بالتعاون مع اليونسكو، أهمها إحياء مدينة القرنة في الأقصر، وهي مدينة قائمة على العمارة المصرية القديمة اللي هي قرية حسن فتحي في القرنة، إلى جانب مشروع آخر في سيوة وهو إعادة إحياء مدينة شالي السيوة في سيوة، لأن يعني فيها منازل كثيرة تهدمت بفعل الأمطار، وإحنا عارفين أن المباني هناك بيئية كلها عبارة عن الطين والملح بنسب مختلفة بالضبط كده، فهي عمارة بيئية ودي من التراث المصري القديم. إلى جانب مجموعة كبيرة من العروض الفنية بتقدمها فرق قصور الثقافة، فرقة الباليه المصرية قدمت عرض فنون مصرية، ومجموعة من الموسيقيين قدموا بعض العروض في المنطقة الخضراء. إحنا عندنا يوميا 4 مواقع فيها عروض للرقص الشعبي من مختلف أنحاء مصر مكونة من 8 فرق بيتبادلوا العروض في 4 مواقع يوميا، إلى جانب كرنفال راقص يومي في الممشى السياحي في خليج نعمة. فطبعا إحنا يعني حريصين على تقديم التراث المصري بجميع أشكاله، وحريصين على تقديم التنوع الثقافي الكبير اللي موجود في مصر من خلال عروض الرقص الشعبي اللي بتقدمها فرق
هيئة قصور الثقافة. يعني لو تحدثنا عن الجناح المخصص لوزارة الثقافة داخل القاعة الخاصة بالحكومة المصرية في المنطقة الخضراء، هذا الجناح يحتوي على العديد من المعروضات من مختلف المحافظات. تفاصيل هذه التجميعة لهؤلاء الحرفيين بهذه المنتجات المصرية، ويمكن أنا شخصيا تابعت ودخلت شفت المعروضات وإقبال الناس والوفود وانبهرهم بهذه المنتجات. المنتجات دي من مناطق مختلفة. أول مكان معمولة متقدمة المنتجات بتاعته مركز الحرف التراثية، وهو تابع للصندوق التنمية الثقافية بوزارة الثقافة. هذا المركز بيحرص على الحفاظ على الحرف التراثية عن طريق ندوات وفعاليات ثقافية ودورات تدريبية للشباب المهتمين بالصناعات التراثية من خلال برنامج صناعية مصر. صناعية مصر ده بيقدم دورات تدريبية للشباب في الحرف المختلفة، إذا كان طرق عن النحاس أو تصنيع الخشب والصدف والحلي الفضة والخزف والخيامية، جميع الصناعات التراثية المشهورة بها مصر. وفي نهاية المدة بيعملوا معرض، وصندوق التنمية الثقافية بيساعدهم إنهم يسوقوا المنتجات بتاعتهم من خلال المعارض اللي بتقيمها وزارة الثقافة زي المعرض بتاع COP27. وفي نفس الوقت هما بيبدأوا المشروعات الصغيرة بتاعتهم بالحرف اللي تعلموها. ده فيما يخص مركز الحرف التراثية. صندوق التنمية الثقافية كمان من مهمته إنه بيدعم بعض الجمعيات الأهلية وخاصة العاملة في الصناعات التراثية في مختلف أنحاء مصر. فالجناح فيه مجموعة كبيرة جدا من العارضين من مختلف المحافظات، من الجمعيات اللي بتتعاون وتلقى رعاية من الصندوق زي صناعة التلي في سوهاج، الصناعات النسيجية من العريش ومن سيوة ومن مطروح ومن النوبة. ففي تنوع كبير جدا من المعروضات، وكل اللي موجودين بيتعاملوا مع صندوق التنمية الثقافية سواء كان دعم أو مساهمة في عرض وتسويق المنتجات لهذه الجمعيات. التغيرات المناخية وهي المحور الأساسي في هذه النسخة، علاقة التغيرات المناخية بالتراث المصري والثقافة المصرية وأيضا الثقافة والتراث بشكل عام في العالم، ما تقوم وزارة الثقافة بإبرازه في هذه النسخة لتوجيه الآليات الخاصة بالثقافة في مكافحة التغيرات المناخية؟ طبعا يعني مبدئيا لازم يكون في برامج توعية وخاصة للأطفال وللشباب لإدراك أهمية خطورة التغيرات المناخية وتقديم بعض المبادرات المهمة اللي من شأنها تحافظ على البيئة وتقاوم التغيرات المناخية. ووزارة الثقافة الحقيقة بصدد يعني الإعلان عن إنشاء أول قصر ثقافة صديق للبيئة، وحيكون في منطقة أسوان إن شاء الله، وحتتبعه عدة قصور أخرى وخاصة في المناطق اللي البيئة فيها لسه تتمتع بسمات بيئية محافظة عليها لغاية دلوقتي طبيعية. حيكون تصميم وبناء هذه القصور من البيئة اللي موجودة فيها على اختلافها في أنحاء مصر إن شاء الله. يعني متابعتنا للفعاليات الفلكلورية والثقافية والأنشطة الراقصة اللي موجودة في أنحاء مدينة شرم الشيخ، تفاصيل هذه التجميعة فندم لمحاولة إبراز الثقافة المصرية واللي أعجبت كل الوفود المشاركة سواء في المنطقة الخضراء أو أيضا في خليج نعم. احنا كنا حريصين الحقيقة ان احنا نقدم للضيوف في هذا الوقت القصير نماذج مختلفة من الفنون التراثية في انحاء مصر كلها، فجاءت الفكرة ان احنا نجيب فرق قصور الثقافة من المحافظات المختلفة علشان نظهر التعدد الثقافي الكبير والغناء التراثي اللي موجود في مصر. فطبعا من خلال العروض اللي موجودة دي جميع المشاهدين طبعا من ضيوف مصر الأجانب والسائحين اللي موجودين في مدينة شرم الشيخ اللي حضروا العروض كأنهم زاروا الأماكن اللي بتقام فيها العروض وتعرفوا على البيئة من خلال الأزياء والغناء والموسيقى الشعبية بتاعتهم وطريقة الأداء.
أخيرا معالي الوزيرة، هل تم توقيع أي مبادرات أو إطلاق أي مبادرات أو توقيع اتفاقيات في هذه النسخة ما بين وزارة الثقافة ووزارات الثقافة في الدول المختلفة أم لا؟ إلى الآن لم يتم التوقيع، ولكن إحنا بصدد الاتفاق على مجموعة من البروتوكولات مع بعض وزارات الثقافة، وفي مقدمتهم طبعا وزارة الثقافة الأردنية، وحيكون في توقيع بروتوكول إن شاء الله بين مؤسسة أنا ليندا للحوار المتوسطي وهي تابعة لمكتبة اسكندرية، وبين وزارة الثقافة إن شاء الله. إن شاء الله موفقين معالي الوزيرة، بشكر حضرتك على تواجدك معنا. مشاهدينا الكرام، مشاركات متنوعة من وزارات الدولة المختلفة وعلى رأسها وزارة الثقافة بإبراز الهوية المصرية والثقافة المصرية التي تنال إعجاب كافة الوفود من خلال التواجد في كافة أروقة هذا المؤتمر. دلوقتي هنسيب حضراتكم مع موجز لأهم الأنباء بصحبة زميلتنا منى شراوي. منى، شكرا لك مصطفى. الثامنة صباحا بتوقيت القاهرة، السادسة بتوقيت غرينتش، موجز الأخبار من التلفزيون المصري، أهلا بكم. أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي استمرار مصر في بذل كافة الجهود الرامية لدعم سبل استدامة السلام وترسيخ الاستقرار في القارة الأفريقية. وفي كلمة له بمناسبة أسبوع الاتحاد الإفريقي لإعادة الإعمار والتنمية فيما بعد الصراعات، دعا الرئيس السيسي الشركاء الدوليين لاستمرار دعمهم لتعزيز جهود القارة نحو غد أفضل. وقال الرئيس السيسي إن احتفال الاتحاد الإفريقي بالنسخة الثانية لأسبوع إعادة الإعمار والتنمية يأتي تزامنا مع تزايد العديد من التحديات والأزمات على المستويين الإقليمي والدولي، وهو الأمر الذي يبرز أهمية تعزيز الجهود المشتركة لتنفيذ محاور سياسة إعادة الإعمار والتنمية في الدول التي شهدت صراعات عبر الأدوات المختلفة، وعلى رأسها دعم المؤسسة الوطنية وتعزيز قواعد وأسس الحكم الرشيد وتنمية سبل استدامة السلام بما يحول دون الانزلاق في دائرة الصراعات. أكد رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي أهمية الاستمرار في نهج الانضباط المالي والحفاظ على المسار الآمن للموازنة العامة رغم التحديات العالمية الراهنة. جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقده مدبولي لاستعراض التقديرات الأولية للموازنة العامة للدولة للعام المالي الحالي. وشهد الاجتماع مناقشة عدد من النقاط المرتبطة بأداء الموازنة العامة للدولة للعام الجاري، من بينها التقديرات الإجمالية الأولية للأداء المالي للعام الحالي، وكذا التقديرات الأولية لأداء الإيرادات والمصروفات العامة. قالت الوكالة الدولية للطاقة الذرية إنه لا توجد مخاوف فورية تتعلق بالسلامة النووية أو الأمن في موقع محطة زابوريجا للطاقة النووية في أوكرانيا. وأوضحت الوكالة بعد جولة لخبرائها في الموقع الذي تسيطر عليه روسيا أن خبرائها أكدوا سلامة المعدات الرئيسية على الرغم من شدة القصف. وشددت الوكالة على عدم وجود أي مخاوف سواء أمنية أو تتعلق بالسلامة النووية بالموقع. قالت منظمة الصحة العالمية إن حياة الملايين ستكون في خطر في أوكرانيا هذا الشتاء. وأوضح أنس أونري كلوغ المدير الفرعي لأوروبا في منظمة الصحة إن الأزمة في أوكرانيا دمرت أو خربت نصف البنية التحتية في مجال الطاقة في البلاد، حيث يعيش حاليا 10 ملايين شخص دون كهرباء. وقال كلوغ إن الحرب جعلت المئات من المستشفيات والمصحات غير قادرة على أداء وظيفتها كاملة بسبب نقص الوقود والماء والكهرباء لتلبية الاحتياجات الأساسية. يسابق رجال الإنقاذ في إندونيسيا الزمن للوصول إلى أشخاص ما زالوا تحت الأنقاض بعد أن دمر زلزال بلدة في إقليم جاوا الغربية، مما أسفر عن مقتل ما لا يقل عن 162 شخصا وإصابة المئات. وقالت
وكالة مكافحة الكوارث أن الزلزال الذي شعر به الناس بقوة في العاصمة جاكرتا ألحق أضراراً بما لا يقل عن 2200 منزل وشرد أكثر من 5000 شخص. وتعقدت جهود الإنقاذ بسبب انقطاع التيار الكهربائي في بعض المناطق وما يزيد عن 80 هزة ارتدادية. لقي 36 شخصا مصرعهم وأصيب آخران جراء حريق شب في مصنع بمدينة إنيان بمقاطعة خنان الصينية. وذكرت وسائل إعلام صينية أن فرق الإطفاء أرسلت 63 عربة إلى مكان الحادث للسيطرة على الحريق. وقال مسؤولون محليون إن إدارة الأمن العام احتجزت مشتبها بهم جنائيين دون الكشف عن مزيد من التفاصيل. رفض اتحاد النقل الموحد الذي يمثل عمال السكك الحديدية والحافلات والنقل الجماعي وخطوط الطيران في الولايات المتحدة، رفض اتفاق المطالب المبدئية للعمال والذي توسط فيه البيت الأبيض. ووفقا لجمعية السكك الحديدية الأمريكية، فإن الاقتصاد الأمريكي على وشك أن يخسر نحو ملياري دولار يوميا مع احتمال إضراب عمال السكك الحديدية عن العمل، وهو ما سيؤدي إلى إغلاق قطاعات كبيرة من خدمة القطارات في مختلف أنحاء الولايات المتحدة. نهاية موجز الثامنة وعودة لاستكمال باقي فقرات صباح الخير يا مصر بعد الفاصل. اهلا بحضراتكم من جديد في كل مكان. كنا بنتكلم مع حضراتكم في بدايه الحلقه عن الفيروس المخلوي التنفسي، وانه وزاره الصحه طمنت الناس امبارح وقالت انه ده فيروس قديم، ما هوش جديد، ما هوش وباء، ده فيروس زي الانفلونزا العاديه، ما فيش منه اي قلق. لكن الحقيقه انه الناس قلقانه، الامهات بتسال ازاي تحمي ولادها خلال فتره المدارس، وخصوصا انه المدرسه للاسف يعني بتساعد على انتشار اي عدوى سهل تكون موجود يعني في المدرسه وانت عيان فتعدي زمايلك. علشان كده بنقول انه الطفل المصاب يقعد في البيت علشان نقلل من مساله انتشار العدوى. كمان الحديث عن انه في اغذيه معينه مثلا ممكن ترفع المناعه فتخلينا نحافظ على اولادنا ونقيهم من الفيروسات دي. خلينا نتكلم مع حضراتكم بشيء من التفصيل مع دكتور امجد الحداد، استشاري الحساسيه والمناعه. اهلا بحضرتك يا دكتور، صباح الخير عليك. صباح الخير على حضرتك، صباح الخير على الساده المشاهدين. طيب لما هو فيروس قديم، احنا ليه الشتا دي بنتكلم عنه بالشكل ده وقلقانين منه بالشكل ده؟ طب احنا كنا في سنتين في كورونا، سنه منهم كانت الدراسه مؤجله، ما كانش في تجمعات، كنا سنتين او اكتر ملتزمين باجراءات احترازيه، بنغسل ايدينا، ممنوع التقبيل، ممنوع البوس، كنا بنلبس كمامات، فكان مجال انتشار العدوى عشان كورونا كان وباء خطير، فكنا خايفين، فكان في اجراءات احترازيه صارمه. الاجراءات دي منعت اصلا في خلال موسمين الشتاء اللي فاتوا نسب الانفلونزا قلت بنسبه كبيره جدا، الار اس في قل بنسبه كبيره جدا. لكن احنا قبل السنتين كان في ار اس في اللي هو المخلوي، كان بيجي في شهر 11 مع اول تغيير في درجه الحراره وانخفاضها بينشط هذا الفيروس، وكانت معاناته بالفعل في شهر 11 وشهر 12، وكل سنه كان بيبقى موجود بنفس القوه. السنه دي انتشر انتشار اكتر، ليه؟ لانه كورونا كوباء حدته قلت واصبح هو اخر يمثل دور البرد، فالاهتمام اكتر بالار اس في لانه بالفعل منتشر وما بقاش حد يطبق اجراءات النظافه الشخصيه، لانه فيروس تنفسي، فيروس رذاذي، انتقل عن طريق سيلان الانف عن الرذاذ، بينقله الشخص ممكن لطفل رضيع او طفل ينقله لحد كبير، فبالتالي وسيله الانتشار موجوده، وجود تجمعات وعدم وجود اجراءات، فبالتالي احنا عندنا اكتر من فيروس تنفسي، مش ار اس في بس، عندنا البرد منتشر، عندنا انفلونزا، عندنا فيروس مخلوي، عندنا كورونا قلت حدته خطرته بس لا يزال موجود، فاحنا بنعاني من اربع فيروسات تنفسيه اكثرهم انتشارا اللي هو الفيروس المخلوي. يعني هو مش انفلونزا؟ لا، نوع فصيل من الفيروسات التنفسيه. احنا عندنا في الشتاء اربع فصائل، البرد ده فيروس تنفسي، الانفلونزا ده فيروس مختلف برضه تنفسي، يعني ايه تنفسي؟ يعني بيسيب الجهاز التنفسي. كورونا ايضا فيروس تنفسي، الار اس في فصيل مختلف اسمه ريسبيراتوري سينسيتيف فيروس. اختلافه ايه طيب عن الكورونا؟ لو احنا حتى بنتكلم على مستوى الاعراض. طيب في نسبه تشابه كبير جدا في الاعراض، وبالذات لما كورونا ابتدت مع التحور الجديد يقل ويصبح زي دور البرد، فبالتالي الاربع فيروسات بيشابهوا بعض بنسبه كبيره، اللي هي ارتفاع الحراره، سيلان الانف،
احتقان الحلق، الام في العظام، ارتفاع الحراره بيكون شديد اكتر في الانفلونزا عكس البرد وعكس الكورونا. دلوقتي الانفلونزا حرارتها تصل الى 40، بقيه الفيروسات حرارتهم تصل من 38.5 ل 38. احتقان الحلق، سيلان الانف. طب ليه الار اس في خطورته اكتر في الاطفال والرضع عن الكبار؟ الكبار بيكون دور برد عادي جدا، شويه سيلان والشخص ممكن بيمارس حياته طبيعي. هو مشكلته لو جه اقل من سنه، اقل من سنتين هم مرحله الرضاع. ليه المرحله دي بالذات؟ المرحله العمريه دي ان الار اس في بيجي في الانف وبعدين ينزل الحلق، الرئه بتاعه الطفل، الطفل ما بيقدرش يخرج الافرازات، فبالتالي من السهوله جدا الافرازات دي تصل الى القصيبات الهوائيه. يسمى هذا الفيروس ايضا باسم فيروس القصيبات الهوائيه او الشعيبات الهوائيه. تداعياته ايه ده على الطفل؟ بيصل الى القصيبات الهوائيه بتاعه الطفل ويعمل حاجه اسمها التهاب شعبي في الشعيبات الهوائيه. بتفاجئ الام ان رضاعها فجاه كان سخن وبرد بسيط، فجاه مش قادر ياخد نفسه، عنده صعوبه في التنفس، عنده كحه شديده. تعتقد الام ان ابنها مصاب بحساسيه، ان دي ازمه ربو. لا، الار اس في الرضع شهرين او ثلاثه بنفاجئ بصعوبه في التنفس رهيبه جدا، لان رئته ما بتكونش مكتمله والافرازات بتصل اليها بسهوله، فيصاب بالالتهاب الشعيبي او التهاب القصيبات الهوائيه. وده مكمل خطورته ان الام الحق ابنها اول ما خرجت بيه في طيارها وسع رجع مش عارف يتنفس، بنروح بيشخص بالفعل ان هو الار اس في. اما السن الكبير فاعراضه تماثل اعراض البرد العاديه خالص، رشح، زكام، احتقان، كحه. صحيح. طب دكتور، في بعض الحالات يعني رصدت ان كان ليها تاثيرات على الاصابه في العين، ايه علاقه الاصابه في العين بالفيروس المخلاوي؟ مش ده جهاز تنفسي؟ لا، العين، اتصال العين بالانف، العين تصنف من ضمن الاغشيه المخاطيه المتصله بالعين، زي اغشيه المخاطيه الانف، زي اغشيه المخاطيه الحلق. لاصابه العين مثلها مثل اصابه الانف. زمان كان كورونا اخر بيصيب العين ويعمل احور فيها، اي عدوى تنفسيه هي تصيب الاغشيه المخاطيه. العين ايضا لها غشاء مخاطي، فالرذاذ اذا وصل اليه ممكن يحدث نوع من الالتهاب في الاغشيه المخاطيه للعين وكذلك الانف. خطورتها اذا الاغشيه المخاطيه احمرار، يعني مش حاجه زياده، لا احمرار وحكه في العين وزياده في افرازاتها، مثلها مثل احمرار الانف والحكه الانفيه وافرازات الانف. خطورته اكتر في نزوله الى الرئه واصابته الرئويه في الرضع، غير ذلك هو دور برد في معظم الحالات، من 90% من الحالات لا يكون له اي مضاعفات، نسبه بسيطه جدا اللي تضطر يكون لها مضاعفات وتصل الى مضاعفات رئويه انها تصل الى التهاب رئوي. لكن الغالبيه مطمئنه بنسبه كبيره جدا، اعراض بسيطه ولكن انتشاره هو ليس وباء. طيب، ولكن احنا بقى عايزين نتكلم على مساله سرعه الانتشار ما بين الاطفال والكبار، وهي الفيروسات التنفسيه اصلا سريعه الانتشار، وبالذات اللي احنا مش بنطبق اجراء. يعني هو سريعه الانتشار، لكن لو انا طبقت اجراء طفل رضيع انا حطاه في اوضه ما ببوسوش، اما اجيش ضيوف اقوم اخرجه للضيوف. حضرتك عايز تقول ان ده المفروض اللي احنا كنا بنعمله اثناء كورونا يكون اسلوب حياه؟ بالفعل، يبقى ده يعني ده طرق من طرق الوقايه. بالفعل، مفيش حاجه اسمها طفل رضيع حد يشيله، حد يبوسه، حد يحضنه، لان الخطوره على الرضع اكتر. لا، هنرجع زي ايام كورونا، اطفالي ممنوع البوس، هنغسل ايدينا، نرجع تاني نغسل ايدينا، نرجع تاني نهوي شقتنا، نرجع تاني ما نجتمعش في تجمعات فيها تجمعات كبيره، لان رضيعي او طفلي ممكن يلقط العدوى، او رضيعي ده او طفلي ممكن يدي العدوى لشخص مسن برضه. لا يزال فئه كبار السن الموضوع ممكن يكون كبير عليهم. فبالتالي لو رجعنا لاجراءاتنا، غسيل الايدي، منع التقبيل، التباعد الاجتماعي، ابتدائنا الكمامه، تهويه الشقه جيدا، ابني لو سخن او عنده برد زي ما انت قلت في بدايه الحاله ممنوع ان انا انزله، لان لو راح المدرسه بهذه الاعراض هيعمل عدوى مجتمعيه. طب انا بحميه هو وبحمي الاخرين، بحميه هو ليه؟ لان انا ممكن يجيله عدوى مشتركه، يعني يكون عنده ار اس في وينزل المدرسه ياخد انفلونزا من طفل ايضا عنده انفلونزا ويجيله عدوى ثنائيه، وده ممكن يكون خطير عليه. فبالتالي انا بامنه هو يرتاح في اصابته ويمنع نقل العدوى للاخرين. طب ليه قصه ما تاخدش مضاد حيوي؟ وده شيء غريب جدا، يعني كل ادويه البرد كان بتخلص او بيقضي عليها المضاد الحيوي الا ده. لا، معتقد خاطئ نهائيا. فعلا؟ نهائيا فعلا، ليس هناك اي دور للمضادات الحيويه للبرد نهائيا، ولا الانفلونزا ولا كورونا ولا الار اس في. الفيروسات هي فيروسات لا تعالج بالمضادات الحيويه. الفيروسات التنفسيه ليس هناك دور للمضادات الحيويه نهائيا. امتى ادي مضاد حيوي؟ في الكورونا ولا كورونا؟ لا، كورونا فيها مضاد حيوي. لا، مش ليس الان، ليس في البروتوكول الان. احنا بندي مضاد حيوي امتى؟ لو انا اشك ان هذا الشخص مصاب بعدوى مشتركه، او عندي اعتبار ان هو هيجي له عدوى ثانويه بكتيريه. المضاد الحيوي في العدوى البكتيريه فقط. مصر كلها بلبعت مضادات حيويه اثناء كورونا بدون داعي نهائيا. معظم العدوات الفيروسيه لا تحتاج الى مضادات حيويه الا تحت اشراف طبي، اذا شك الطبيب انه هناك عدوى مشتركه.
فيروسية بكتيرية، التهاب رئوي بكتيري مع الفيروس، أو لقى أن احتياجه إلى مضاد حيوي، هناك ارتفاع حرارة متواصل، هناك عدوى بكتيرية أخرى مع العدوى التنفسية، فهذه الحالة الوحيدة التي يحتاج لها الطفل إلى مضاد حيوي. غير ذلك البرد لا يعالج بمضاد حيوي. طيب. وكوكتيل البرد اللي في الصيدلية الحقنتين ثلاثة اللي على بعض ليس لهم أي دور. الجميع يحذر منها. بالفعل. طيب الإجراءات اللي أنا المفروض أعملها لحد عيان قاعد في البيت مثلا، ناس بتقولك حمامات بخار، راحة، ما يقعدش جنب حد بيشرب سجاير، نهوي البيت، ياكل كويس، ده فعلا بينفع جنب العلاج للأعراض ولا يعني المواجهة ازاي تكون للفيروس المخلف؟ على حسب حدة الأعراض، بمعنى الأعراض البسيطة تعالج منزلي، الأعراض الشديدة التي لديها صعوبة في التنفس، كحة شديدة، ارتفاع حرارة، يجب استشارة الطبيب، قد يحتاج الطفل إلى موسعات، قد يحتاج إلى أجهزة البخار زي ما حضرتك قلتي، ليس في المنزل اللي هو الجهاز موسعات الشعب اللي بتبقى في المستشفيات، على حسب هل هناك صعوبة في التنفس، هل هناك إفرازات شديدة في صدر الطفل، هل يحتاج إلى مضاد زي ما حضرتك قلت ولا لا، في الحالات الشديدة المستشفى أو الطبيب. الحالات البسيطة السوائل الدافية، خوافض الحرارة مثل مادة الباراسيتامول، الفيتامين سي، تهويه الشقه جيدا، التغذيه المناعيه الجيده البروتينيه قليله الدسم، الاكثار من الخضروات والسلطات الخضراء، كل هذه عناصر غذائيه، والاكثار من السوائل الدافيه مع التهويه واخذ خوافض الحراره التقليديه وفيتامين سي، لا داعي لاي مضادات حيويه. اما في الحالات التي فيها عامل خطوره مثل ضعف المناعه، الاطفال الذي لديهم مشاكل او عيوب خلقيه، مرضى الحساسيه، هم دول يجب استشاره الطبيب، لان وقع الاصابه في هذه الفئه العمريه او المصابين بامراض قد تكون خطيره عن باقي الاطفال وكذلك كبار السن. طب اللقاحات بتاعه الانفلونزا يا دكتور المنتشره بشكل كبير في الصيدلات اللي تعتبر لقاحات موسميه، كل ما يطلع موسم البرد تلاقي متوفر لقاح الانفلونزا، هل بتقي بقى من الفيروس المخلوي ولا ملهاش علاقه؟ لا تقي نهائيا من المخلوي، ولكن انا زي ما قلت لحضرتك احنا عندنا اربع فيروسات على فكره، والانفلونزا لا يقل خطوره بل بالعكس، انا الانفلونزا قد تكون اخطر وتكون معامل خطرتها اكتر وخصوصا على كبار السن، فبالتالي انت بتحمي نفسك من عدوى تنفسيه منتشره هي الايض. ما المانع ان انا اخد لقاح الانفلونزا اللقاح من الانفلونزا حتى ينحصر دور في مجرد برد او ار اس في؟ ما المانع ان انا اخد جرعه تنشيطيه من لقاح كورونا؟ انا عندي اربع فيروسات، كورونا لا يزال موجود، الانفلونزا موجود، المخلوي موجود، البرد موجود، المانع ان انا عندي بس احنا للمخلوي. عشان نكون واضحين لانه الناس عندها خلط هنا، لقاح الانفلونزا ولقاح كورونا لا يقي ولا يحمي من المخلوي التنفسي. لقاح الانفلونزا للانفلونزا، لقاح كورونا لكورونا، لا يوجد لقاح للمخلوي حتى الان. لكن هو بيخلي العدوى ما تبقاش عدوى يعني مركبه، ما يبقاش عنده بالفعل الفيروسين في جوه الجسم. او احتماليه ان هو يبقى عنده مخلوي ويجي له انفلونزا بتقل، او يجي له كورونا مع المخلوي بتقل، لان انا عديته حمايه مجتمعيه من فيروسين لا يقل خطوره عن المخلوي. العدوى بتنحصر في الاطفال بشكل كبير زي ما حضرتك قلت، يعني هي فوق السنتين الامور بتستقر بنسبه كبيره جدا، تحت السنتين بس هو انتشر في المدارس يا دكتور، انتشر في الحضانات والمدارس والرضع، خطورته اكتر على الرضع، لان زي ما قلنا الطفل الرضيع لا يستطيع اخراج افرازاته من السهل جدا ان تصل الى الرئه والشعبات الهوائيه، قد تسبب له مشاكل تنفسيه مثل صعوبه التنفس. البعد عن التيارات الهواء الساقع هي الاهم، لان مع اي تيار هواء ساعة يصاب الطفل بازمه تماثل الازمه الربويه بالفعل، فانا بحافظ على طفلي بهوي الشقه نهاريا، ما معرضوش لتيارات هواء ساعة، ما انزلش بيه لو الجو فيه نوع من الصقيع او البرد، بغسل ايديا كويس مع اي تعامل مع اطفالي، برجع لاجراءاتي اللي انا اتعودت عليها، طفلي رضيعي ما حدش يقبله، ما حدش يشيله، لان ممكن يكون اللي بيشيله عنده دور برد بسيط اللي هو الار اس في، في الكبار بيبقى بسيط ويكون وقعه خطير على طفل رضيع. طيب خلينا نروح يعني اقول لحضرتك كلام الامهات، لا الفيروس قاعد اكتر من خمس ايام والسخونه مستمره ويعني الطفل بينهك من الفيروس ده وتقيل على الاطفال، ما هواش فيروس برد عادي زي اللي احنا متعودين عليه. في جزء من الحالات اللي احنا قلناهم الفئات الاكثر ان هو الارتفاعات الحراره، الطفل الضعيف مناعيا اللي تغذيته قليله جدا، مريض الحساسيه، مريض حساسيه الانف، الطفل الذي لديه بعض مشاكل، اطفال مرضى السكر، قد يكون واقع الاصابه عندهم اخطر، ولكن اذا استمرت الحراره اكثر من ثلاثه ايام او يومين لجب الطبيب، لو شعر الطفل بكحه شديده متواصله الطبيب، احنا بنتكلم عن الادوار البسيطه فقط التي تعالج منزليا، باقي الادوار ارتفاعات الحراره المتواصله، مشاكل التنفسيه، قد تكون هناك عدوى بكتيريه مصاحبه للعدوى التنفسيه تحتاج الى مضاد، تحتاج الى طبيب، لا يؤخذ الا تحت اشراف طبيب. أنا بتكلم عن 80% من الحالات ممكن تعالج منزليا بالخوافض والفيتامين، لكن في جزء من الحالات بالفعل حرارة متواصلة
بالفعل مشاكل تنفسية، فبالتالي يجب استشارة الطبيب في هذه الفئة العمرية في هذه الحالات. قد يحتاج إلى مضاد فيروسي، قد يحتاج إلى بروتوكولات خاصة، قد تكون هناك عدوى مشتركة، فبالتالي هذه الحالات تحتاج استشارة. طب وأنا طفلي اللي أصاب بالفيروس المخلاوي المفروض يفضل قد إيه تحت الملاحظة؟ لأنه برضو وده أمهات كتير بتقوله بيخفوا يومين ثلاثة ويرجعوا يتعبوا تاني ويسخنوا تاني. هقول لك ليه؟ لأن الأم تعتقد إنه إذا أتى لطفلها نزلة برد هو بقية الموسم كويس. زي ما قلنا احنا عندنا برد، برد على فكرة أكثر من فصيل، يعني ممكن تصابي بالمخلاوي وتنزل المدرسة يجيله برد وهو نفس الأعراض، وأم تقول لك ده هو كده الدور رجعله أو ما خفش منه، ممكن ينزل بعدها برضو يجيله إنفلونزا، الأم تعتقد الله ده هو نفس الدور، لا احنا عندنا عدوات تنفسية متحورة أكثر من فيروس واحد، قد تصاب بفيروس وبعد أسبوع تصاب بفيروس وبعد أسبوع تصاب بفيروس، هذا هو الخريف والشتاء. كل سنة كنا بنعاني من نفس هذه الإشكالية، لكن كان السنتين اللي فاتوا بالفعل حدتها قلت قدرتها قلت بسبب إجراءاتنا، كنا منحصرين في كورونا فقط لا غير وإصاباته، لأن كانت سرعات الانتشار قد تفوق الكمامات وقد تفوق كل الإجراءات. أما الار اس في الإنفلونزا كانت مجرد الإجراءات الوقائية، نسب الإنفلونزا قلت في السنتين اللي فاتوا، كذلك نسب الار اس في قلت بسبب الإجراءات الاحترازية. صحيح. طيب دكتور، احنا شفنا للكورونا تحورات، شفنا الأوميكرون وشفنا كذا يعني نوع من انواع التحورات لهذا الفيروس، هل ممكن بقى المخلاوي يتحور ايضا ولا هو فيروس غير قابل للتحور؟ الفيروس ده من قديم الازل من قبل كورونا، وهو هو نفس الفيروس، لم يحدث فيها اي تغيير. سرعته في الانتشار، نفس المشاكل الصحيه نواجهها كل عام في هذا التوقيت ما عدا السنتين اللي فاتوا. كورونا هو الفيروس المستجد لدينا، تحوراته لم يدخل اجسادنا ويحدث له نوع من التعديل الا في هذه المرحله، لذلك هو يتحور، والحمد لله تحور كورونا الى الاضعف وانتهى بانه اصبح الان قربنا ان نقول ان كورونا اصبح مثل البرد ويستقر انه برد ولا يتحور مره اخرى. الار اس في مر في بداياته بهذه المراحل حتى استقر واصبح سنسيتيال او فيروس مخلوي دائم زيه مثل باقي الفصائل. الانفلونزا تتحور كل عام ولكن تحورها لم يكن بنفس القوه بتاعت كورونا. كورونا هو الفيروس الوبائي الوحيد التي كان تحوره في اول وباء تحوره للاخطر والقدره على الانتشار، الى ان اتت منظومه اللقاحات جعلت من كورونا فيروس ضعيف يتحور الى الاضعف، وهو ما وصل له الان. طيب وجود اضطراب في الجهاز الهضمي اسهال والى ما ذلك ليه علاقه بالفيروس التنفسي المخلوي ولا لا؟ افرازات الاطفال الإفرازات الانفيه الطفل لا يستطيع اخراجها قد تسبب نوع من الاسهال والترجيع. بعض الامهات اتت باعراض مع سيلان الانف والكحه اسهال والترجيع، ولكن هناك ايضا في هذا الموسم في شهر 12 كمان ينتشر الروتا. الروتا فيروس هو احد الفيروسات المعويه التي تصيب الرضع وتسبب نوع من الاسهال والترجيع. اذا هناك اسهال وترجيع فقط، بس الاطفال بيبقوا واخدين تطعيم للروتا في بعض الاطفال، في اطفال طبعا ما خدوهوش. الروتا تنتشر ايضا في هذا التوقيت وتسبب اسهال وترجيع. اذا كان اسهال وترجيع مصاحب للمشاكل التنفسيه قد يكون هذا بسبب الار اس في، ولكن اذا كان منفصلا يجب الكشف عليه لانه قد تكون فيروس الروتا. اجمالا نقول ايه للاسره المصريه؟ ابني سخن ما نزلهوش، ابني كويس وهنزله، اغذيه كويس قبل ما ينزل، تغذيه اديله معلقات عسل نحل كل يوم، البسه ملابس قطنيه، اغسل له وشه بماء، افتح شباك هواء سنه يدخل تيار من الهواء الساقع عشان ابني ما يخرجش يتعرض الى صدمه صقيع يتعرضه الى نزله، ابني راجع من المدرسه اطمن ان هو خد وجبته الصبح وجبه المدرسيه، لابس ملابس قطنيه، ما يخشش يقلع هدومه مره واحده، يتعرض الى درجات الحراره المختلفه تدريجيا، لا نعرضه الى اي صدمات، ابني ياخد مصل الانفلونزا مهم جدا فوق 6 أشهر، ابني ياخد لقاح كورونا اللي هو اكثر من 12 سنه، لو احنا طبقنا الاجراءات دي ابني علمته يغسل ايده باستمرار، اساليب العطس، التباعد، تهويه الفصول، تهويه الفصل، تهويه المدرسه، التغذيه المناعيه، اسلوب نومه وحياته، ينام بدري 8 ساعات. التغذيه المناعيه الاكل والشرب يعني. الاكل والشرب. طب التغذيه المناعيه هي تغذيه بروتينيه قليله الدسم قليله السكر، ممنوع نهائيا المواد الحافظه، الاكثار من الفواكه التي تحتوي على فيتامين سي والسلطات الخضراء والبروتينات الحيوانيه، البعد عن المواد الحافظه والسكريات، دي اول حاجه. تاني حاجه ابني ينام بدري، لو نام بدري 7 ساعات يوميا ومبكرا ده بيساعد على جهاز مناعي متوازن. ابني لو بيقدر يمارس اي نوع من الرياضه، الرياضه مهمه جدا لتنشيط الدوره الدمويه وجهاز مناعي متوازن. التدخين ممنوع، وخصوصا التدخين السلبي للاطفال، للاسر اللي بتتدخن تدخين يؤثر على مناعه اطفالنا بنسبه كبيره جدا، ممنوع التدخين. العوامل النفسيه والتوترات، بلاش اقول لابني المخلاوي وهيصاب بالمخلاوي والوضع خطير، الوضع مطمئن تماما. الامور النفسيه وعرضها لاطفالنا مهم جدا، لان الامور النفسيه تؤدي الى اضطراب مناعه اطفالنا وحصولهم على العدوى بصوره مضاعفات خطيره. يبقى تغذيه، نوم مبكرا، رياضه، بعد عن التدخين،
العوامل النفسيه. هو امتى اتاكد ان ابني ما بقاش معدي لحد وانزله المدرسه عادي؟ بعد قد ايه؟ وفي حالات الكحه بتستمر فيها اعراض كلها خلصت بس الكحه مستمره؟ الكحه يعني لو مر على ابني اسبوع وكحته متقطعه بدون اي افرازات، اسبوع كافي جدا الى نزول المدرسه. العدوى تصل الى اسبوع. ارتفاعات الحراره، السيلان الشديد، الرشح والعطس هو مؤشر لنقل العدوى، غير ذلك ممكن ابني بعد اسبوع ينزل المدرسه خالص. احنا بنشكر حضرتك، شكرا جزيلا دكتور امجد الحداد استشاري الحساسيه والمناعه، نورتنا النهارده. شكرا ليك وشكرا للساده المشاهدين. مشاهدينا الكرام، خلينا نروح لفاصل سريع ونرجع نكمل فقرتنا في صباح الخير يا مصر. ودلوقتي مشاهدينا، لكل المهتمين بالرياضة، دلوقتي جمعنا مع موجز لأهم الأخبار الرياضية المحلية والعالمية. نبتدي على طول أخبارنا الرياضية مع أخبار كأس العالم ومنتخب هولندا اللي حقق الفوز على منتخب السنغال بنتيجة 2-0 في المواجهة اللي اتلعبت على استاد الثمامة في مستهل مشوار المنتخبين في النسخة الحالية من بطولة كأس العالم بقطر. كمان منتخب أمريكا اتعادل ضد ويلز إيجابياً بنتيجة 1-1 في المباراة اللي جمعتهم على ملعب أحمد بن علي المونديالي ضمن منافسات الجولة الأولى للمجموعة الثانية في بطولة كأس العالم. ومنتخب إنجلترا فاز على المنتخب الإيراني بنتيجة 6-2 في المواجهة اللي جمعتهم على استاد خليفة الدولي بالعاصمة القطرية الدوحة ضمن منافسات الجولة الأولى للمجموعة الثانية من المونديال. وبعد خسارة المنتخب الإيراني، أكد البرتغالي كارلوس كيراش المدير الفني لمنتخب إيران إن الهزيمة من إنجلترا كانت قاسية وإنهم اتعلموا منها وحيظهروا أو بيتخيلوا إنهم إن شاء الله يظهروا بشكل مغاير قدام ويلز ضمن منافسات الجولة الثانية في المجموعة الثانية. والإنجليزي بوكايو ساكا حصل على جائزة أفضل لاعب في مباراة إنجلترا وإيران، ونجح ساكا في أنه يسجل هدفين للمنتخب الإنجليزي خلال 71 دقيقة شارك فيها. أما بقى النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي مهاجم منتخب الأرجنتين أعلن أنه جاهز لمواجهة منتخب بلاده قدام السعودية، وده في المباراة اللي هتتلعب النهاردة الساعة 12 الظهر ضمن منافسات الجولة الأولى من المجموعة الثالثة من مرحلة مجموعات كأس العالم. موجز الرياضة بتاعنا خلص، لكن كلامنا في الرياضة لسه مخلص. هدير أبو زيد ومصطفى كفافي هيكون في ضيافتهم دلوقتي الناقد الرياضي علي البحيري، هيتكلم معاهم عن اللي حصل في الفترة اللي فاتت وكمان رؤية للمنافسات والمباريات اللي موجودة النهاردة اللي كتير من أنظار العالم العربي متجهة ليها النهاردة. هدير ومصطفى اتفضل. شكرا لك يا منى. بالفعل بتستمر منافسات كأس العالم لكرة القدم. امبارح اليوم الثاني من البطولة شفنا فيه فوز كبير للمنتخب الإنجليزي بسداسية على المنتخب الإيراني، شفنا أيضا فوز لمنتخب هولندا على منتخب السنغال، وكمان شفنا أول تعادل في البطولة ما بين منتخبي أمريكا وويلز. هنحلل ماتشات امبارح، هنعمل قراءة في ماتشات النهاردة اللي الكل بينتظرها كعرب ومصريين، وخصوصا مباراة المنتخب السعودي مع الأرجنتيني في المجموعة الثالثة وتونس والدنمارك في المجموعة الرابعة. هنتكلم بتفاصيل أكتر مع ضيفنا الناقد الرياضي الأستاذ علي البحيري اللي مشرفنا النهارده في استوديو صباح الخير مصر. أهلا بك أستاذ علي. أهلا بحضرتك وبرحب بكل المشاهدين. أهلا بيك. امبارح اتلعب ماتش في المجموعة الأولى ما بين السنغال وهولندا، فازت هولندا بهدفين. شايف مواقف أو موقف المجموعة الأولى عامل إزاي، وخصوصا دي مجموعة قطر البلد المضيف، هل السنغال عندها فرص أخرى في الصعود؟ طبيعي يعني اكيد لسه دي لسه اول جوله يعني في دور المجموعات، لسه طبعا بدري، لكن انا شايف ان بدايه قطر كانت مهزوزه جدا في المباراه الافتتاحيه، طبعا ملعبها وسط جمهورها قدام منتخب الاكوادور اللي طبعا قدم مباراه كبيره وقدر يكسب 2 وقدم كمان مستوى كويس جدا في المباراه الافتتاحيه لكاس العالم قطر 2022.
يمكن لسه السنغال طبعا يعني خسرت امبارح من هولندا 2-0، لكن لسه طبعا عندها ماتشين يعني في المجموعه، لكن انا شايف ان الاقرب طبعا في هذه المجموعه هو صعود هولندا والاكوادور بعد طبعا الاول انتصارين في الدور الاول. يعني غياب ساديو ماني اثر امبارح بشكل كبير على السنغال، ما كانش في هجمات خطيره امام المنتخب الهولندي. اكيد طبعا، يعني ساديو ماني واحد من افضل لاعبي العالم ووصيف افضل لاعب في العالم الكره الذهبيه البالون دور بعد ما خدها كريم بنزيما نجم منتخب فرنسا. فساديو ماني هو قوه عظمى في منتخب السنغال، واصابته قبل ساعات من البطوله طبعا ضربه كبيره لمنتخب السنغال، واثر طبعا على ادائهم في مباراه امبارح، وطبعا هيفتقدوه طوال مشوارهم في البطوله. يعني امبارح برضه ما شفناش المنتخب الهولندي في افضل حالاته، تقييمك ايه؟ يعني هل هيطلع بالتدريج، هل هينتقل من الاضعف للاقوى، ولا أعتقد ده هو ده الايقاع اللي هيشتغل بيه؟ اعتقد لا، هو هيبقى في ارتفاع في المستوى. دايما كاس العالم بنبص طبعا دايما لترتيب المباريات، يعني بتبدا من الاصعب للاضعف او من الاضعف للاصعب حسب ترتيب مبارياتك في البطوله حسب القرعه اللي اتعملت لك. فانا شايف ان هو لسه قدامه لسه ماتشين ويقدر طبعا يعلى بالمستوى، لسه اول مباراه، ودايما اول مباراه لاي منتخب كاس العالم هو تحقيق الفوز هو اهم حاجه، تدي ثقه للعيبه وتدي دفعه معنويه للفريق انه يقدر يتاهل للدور الثاني، وده الاهم دلوقتي لكل منتخب. مش اهم حاجه الشكل الجمالي على قد ما انك تقدر تحقق انتصار او تحقق نتيجه تساعدك انك تتاهل للدور اللي جاي. فاعتقد ان منتخب هولندا فوزه على السنغال في المباراه الاولى كان مهم جدا بغض النظر عن الاداء كان كويس او ما كانش كويس. طيب نروح لمباراه ايران وانجلترا والفوز الكبير لانجلترا على ايران بقياده كارلوس كيروش. شايف ده قوه للمنتخب الانجليزي واداء للمنتخب الانجليزي ام ضعف لمنتخب ايران؟ انا شايف ان منتخب انجلترا هو منتخب قوي جدا، من المنتخبات المرشحه للفوز باللقب. منتخب انجلترا الناس كتير ما تعرفوش ان هو اعلى منتخب قيمه تسويقيه للاعبين في كاس العالم اللي موجود دلوقتي في قطر. فاعتقد ان منتخب انجلترا يضم العديد من النجوم على مستوى العالم، مش بس في الدوري الانجليزي، في دوريات ثانيه. فانا اعتقد ان منتخب انجلترا قدر يحقق فوز مستحق وكبير على منتخب ايران اللي طبعا تاثر شويه بالامور السياسيه في ايران. كارلوس كيروش طبعا معروف ان هو مدرب كبير وقدر يلعب في كاس العالم او يقود فرق في كاس العالم، ودي مش اول مره ليه متهيألي مع ايران. دي تقريبا رابع او خامس مره لكيروش، تقريبا خامس مره لكيروش في كاس العالم. يمكن هو اهل اربع فرق قبل كده ودلوقتي بيقود ايران للمره الثانيه في كاس العالم. والخساره امبارح ليها اسباب كتيره جدا، لكن طبعا قوه المنتخب الانجليزي ظهرت امبارح، يعني فوز بسداسيه ومع اداء قوي جدا طبعا ادى يعني تحذير لكل المنتخبات المشاركه في كاس العالم. اداره كيروش للمباراه تقييمك ليها ايه؟ هل اعتماده على الطريقه الدفاعيه اللي ربما احنا كمصريين عارفينها كان سبب في هذه الهزيمه الثقيله للمنتخب الايراني؟ اكيد طبعا، يعني الطريقه الدفاعيه ما بتنفعش مع كل المنتخبات، لكن هو طبعا كيروش هو مدرسته معروفه وهو يمكن قدر يحقق نجاحات بطريقته دي مع منتخبات ثانيه. لكن منتخب انجلترا طبعا منتخب قوي جدا، بقول لحضرتك بيضم افضل العناصر في افضل الدوريات الاوروبيه مش بس في الدوري الانجليزي، واعلى قيمه تسويقيه طبعا في البطوله. منتخب قوي وقدر يحقق فوز كبير. فاعتقد ان كيروش ما عرفش يتعامل طبعا مع منتخب انجلترا في مباراه امبارح، كمان الامور اثرت على النفسيه شويه للمنتخب الايراني بسبب الامور السياسيه هناك، فاعتقد ان ده اللي اثر بشكل كبير. يعني طيب هزيمه قطر وهزيمه ايران، هل ده مؤشر لشكل المنتخبات الاسيويه وادائها خلال البطوله؟ اعتقد لسه هنشوف منتخبات تانية اسيوية في البطولة، وده لسه مش يعني مش ده اول حاجة، لسه في مباريات تانية جاية في البطولة، ودايما اول مباراة بتبقى مهمة، لكن الخسارة فيها بيعمل هزة نفسية شوية للفريق وهزة الثقة بين اللاعبين. فاعتقد لسه يعني ممكن نشوف قطر تلعب مباريات افضل في الدور المقبل، لكن انا شايف ان فرصتها هتبقى صعبة في الصعود للدور الثاني. تعتقد المنتخب الانجليزي ممكن يفوز باللقب هذا العام ويحقق الفوز بالبطولة؟ بتراهن عليه؟ لا، مش براهن على منتخب انجلترا الصراحه، هو منتخب قوي طبعا ومن ضمن المرشحين، لكن انا لو راهنت او قلت ان توقعي للبطوله او المربع الذهبي هتوقع البرازيل واتوقع فرنسا واتوقع الارجنتين واتوقع منتخب البرتغال. شفت تصريحات ميسي امبارح وهو بيقول احنا مش هناخد البطوله؟ شفت التصريحات دي عملت حاله كده من القلق بدري، تصريحاته وتصريحات كريستيانو رونالدو، التصريحات دي شفتها ازاي؟ يعني بيغزل عين ولا ايه ميسي؟ لا مش كده، هو ميسي يعني بيتكلم ان هو مش لازم يقول احنا هناخد اللقب، هو ميسي بيقول دي الفرصه الاخيره لينا. بالعكس ميسي وليه هو على وجه التحديد بالظبط كده، اخر بطوله لكريستيانو وميسي، اسطورتين في كره القدم. ميسي بمؤتمر الصحفي اللي عمله او كريستيانو رونالدو هما بيدوا
رساله او ثقه للاعيبه اللي معاهم في الفريق. هم طبعا كباتن الفرقه واقوى يعني لعيبه في البطوله واسطورتين في كره القدم، بيقول ان احنا عندنا فرصه ودي اخر فرصه لينا ان احنا ناخد كاس العالم. ميسي او كريستيانو لو ختموا مسيرتهم بلقب كبير زي كاس العالم ده اعظم حاجه في الدنيا في كره القدم، فاعتقد هيبقى يعني نهايه تاريخيه ونهايه طبعا تليق بمسيره اسطورتين زيهم. فهو بيشيل الضغط من على لعيبه فريقه. واعتقد ان انا شايف يعني منتخب البرازيل هو المنتخب الاقرب والاقوى واقوى سكواد في البطوله ان هو يقدر ياخد لقب كاس العالم المره دي. ليه البرازيل؟ ليه ما قلتش اي حد تاني؟ انا توقعي ان منتخب البرازيل هو طبعا المصنف الاول عالميا، هو اقوى سكواد كلعيبه وكنجوم في فريق واحد في كاس العالم. كمان اللعيبه كمان عارفه ازاي تلعب مع بعضها، لعبوا مع بعض كتير، فريق نتائجه الفتره اللي فاتت كلها مبشره وتقول ان هو يعني يقدر يحافظ يقدر ياخد يعني اللقب من فرنسا اللي هي خدت اللقب في روسيا 2018. فانا شايف ان المربع الذهبي هيبقى البرازيل وهيبقى فرنسا والارجنتين والبرتغال، ده توقعي. لكن اتوقع ان المباراه النهائيه هيبقى متواجد فيها منتخب البرازيل بدون شك. طيب نروح لمباراه امريكا وويلز والتعادل اللي حصل بينهم، شفت المباراه دي ازاي؟ يمكن امريكا غايبه عن كاس العالم بقالها فتره، منتخب ويلز طبعا منتخب متمرس ولعب في بطوله اوروبا في اليورو وطبعا بيقدم نتيجه كبيره والنتائج كويسه، لكن منتخب امريكا امبارح فاجئنا. انا كنت متوقع ان هو يقدر يكسب او حتى يتعادل، كنت متوقع خسارته، لكن هو قدم مباراه كبيره جدا امبارح وكمان تقدم في المباراه. يمكن ويلز تعادلت في الدقيقه الاخيره عن طريق جاريس بيل من ركله الجزاء، لكن منتخب امريكا قدم اداء كويس، وده اللي احنا عايزين نشوفه ان المنتخبات اللي مش متوقع تعمل حاجه يبقى في منتخبات تقدم اداء كويس، يبقى في حصان اسود في البطوله زي منتخب كرواتيا في نسخه 2018 اللي قدر يوصل للنهائي بعد ما قدم مسيره كويسه في البطوله. النسخه العربيه من كاس العالم مختلفه عن باقي النسخ، تعتقد ان هي فعلا هتقدر يعني العرب ربما يعني عايزين يقولوا للعالم ان احنا عندنا تسامح وعندنا وكل الدعاء المضاده في الميديا الغربيه ضدنا، هل دي رساله لينا نقدر نستغلها بشكل اقوى؟ اعتقد ده صح. يمكن حفل الافتتاح كان انا كنت شايفه كان بسيط لكنه كان رائع ومذهل وقدم رسائل انسانيه ورسائل طبعا يعني للعالم كله او العالم الغربي. قطر ادت توصل رساله في افتتاح كاس العالم ان العرب بيخاطبوا الغرب بلغتهم بالهويه العربيه، وكان حفل بسيط جدا لكنه كان رائع ومذهل، وده اللي احنا عاوزينه، وده اللي احنا عاوزين يوصل للعالم الغربي عن المنطقه العربيه. طيب غياب ويلز 64 سنه تقريبا عن المشاركه في كاس العالم وظهورها امبارح امام امريكا، شايف ازاي شكل المنافسه بينهم كانت عامله ازاي؟ مباراه كانت كويسه، انا شايف من افضل المباريات اللي كانت موجوده في كاس العالم حتى الان. يمكن زي ما قلت لحضرتك امريكا تفوقت شويه في اللقاء لحد ما تعادلت ويلز، لكن هي كانت مباراه كويسه وويلز قدرت تتعادل في الاخر. يمكن قدمت اداء كويس الشوط الثاني عن الشوط الاولاني، امريكا كانت افضل في الشوط الاولاني وبدايه الشوط الثاني شويه، لكن قدرت تتعادل في الاخر ويلز وتخطف نقطه مهمه طبعا في ترتيب المجموعه. ولسه اكيد الفريق كل فريق عنده مباراتين وهيقدموا اداء اقوى من كده اكيد يعني. خلينا نرجع نتكلم مع حضرتك تاني عن ويلز ووجودها في كاس العالم. احنا عايزين نتكلم دلوقتي المجموعه الثانيه دي، مين المرشح فيها للتاهل بعد ما شفت الماتشات؟ يمكن انا شايف ان ممكن انا شايف انجلترا. انجلترا طبعا هي هتتصدر المجموعه وهي طبعا الاقرب للتاهل في الدور يعني في المرتبه الاولى. شايف المنافسه هتبقى بين ويلز وامريكا، لكن انا شايف الاقرب ممكن منتخب ويلز يقدر يخطف البطاقه الثانيه في المجموعه دي. عندنا النهارده ماتشات في المجموعه الثالثه، منها السعوديه والارجنتين والمكسيك وبولندا. السعوديه والارجنتين توقعاتك ايه؟ طبعا مباراه طبعا الساعه 12 الظهر هتبقى بين السعوديه والارجنتين. السعوديه حظها سيء للاسف، النسخه اللي فاتت لعبت مباراه الافتتاحيه قدام روسيا قدام جمهورها وخسرت 5. المره دي بتلاعب الارجنتين اللي هي برضه من المرشحين للفوز باللقب، وطبعا الاسطوره اليونانيه. بس شفنا امبارح مدرب السعوديه بيقول احنا حتى يعني في المؤتمر الصحفي بيقول لهم استمتعوا بالسياحه، احنا جايين عشان البطوله. ففي ثقه كبيره للمنتخب السعودي امام الارجنتين، وطبعا هي مباراه مش سهله تماما يعني. المدرب الفرنسي طبعا مدرب منتخب السعوديه هيرفي رينار امبارح قال في المؤتمر الصحفي احنا مش جايين نتفسح في قطر، احنا جايين نلعب كاس عالم وجايين نقدم صوره مشرفه للكره السعوديه، ودعم طبعا الامير محمد بن سلمان للمنتخب والرساله اللي قدمها. فهو شايف ان هو يقدر يعمل بطوله كويسه، لكن طبعا مباراه صعبه جدا، هيبدا بدايه صعبه جدا قدام منتخب مرشح بيقوده طبعا الاسطوره ليونيل ميسي، فاتوقع طبعا فوز كبير لمنتخب الارجنتين بلا شك.
الفرق كبير طبعا ما بين الفرقتين. اكيد طبعا فوارق في كل حاجه، فوارق في كره القدم وفوارق في العقليه وفوارق في التاريخ، فوارق في كل حاجه في كره القدم. بس يعني كنت بتتكلم من شويه عن المنتخب الكرواتي والمفاجات اللي عملها، وكاس العالم احيانا بيجي بمفاجات كبيره. احتماليه وجود ده في ماتش زي الارجنتين والسعوديه ايه؟ 0%. يعني صعب جدا ان فوارق، حضرتك بتتكلمي في تاريخ كره القدم، الارجنتين متوجه باللقب مرتين قبل كده، منتخب السعوديه بيشارك في كاس العالم، لكن برضو مش المنتخب اللي يقدر يعدي للدور الثاني او يقدر يقدم مفاجاه في البطوله. صعب جدا لان التاريخ او العقليه او حتى المستوى الفني في كره القدم بيبقى برضو في حاجات بتبقى ظاهره قبل كاس العالم. فطبعا منتخب الارجنتين منتخب مرشح لللقب، مش بس منتخب انه يعدي الدور الاول، لا ده منتخب مرشح للبطوله وان يقدر ياخد اللقب للمره الثالثه في تاريخه بعد نسخه المكسيك 86. بالتاكيد المباراه هتكون مليانه تحديات كبير، لكن خلينا نقول انه الاداء المشرف هو المهم في مباراه زي دي. النتيجه ممكن تكون محسومه يعني بفضل التاريخ وكل اللي انت كنت بتتكلم فيه ومساله الخبره بتاعه اللعيبه، وطبعا منتخب قوي جدا زي الارجنتين، لكن الاداء المشرف للمنتخب السعودي مهم، وده اللي واضح من ثقتهم وهما بيتكلموا، النيه ان احنا جايين، احنا في كاس عالم جايين نلعب ونكون قد التحدي ده. ده اكيد. يمكن انا بدعم المنتخبات العربيه كلها في البطوله، وطبعا نتمنى ان السعوديه تقدم اداء مشرف بغض النظر عن النتيجه، لكن انا عايزه تقدم اداء مشرف، تلعب كره قدم حقيقيه، بيكون في دافع في الملعب، في طموح، في طبعا رجوله في الملعب، ده اللي احنا عاوزينه. برضو عندنا منتخب المغرب ومنتخب تونس، برضو النهارده تونس عندها ماتش مع الدنمارك. اكيد ماتش صعب جدا، الدنمارك برضو منتخب قوي جدا، برضو لعيبه قويه وخبره ولعبت كاس عالم كتير، فاعتقد ان مواجهه تونس برضو صعبه، لكن منتخب تونس شويه انا بشوفه محظوظ دايما في البطولات الكبيره، بشوفه محظوظ حتى اخرها كاس امم افريقيا الاخيره قدر برضو يتاهل، وكان برضو يعني عنده برضو شويه حظ في الملعب. فمنتخب تونس قوي جدا، منتخب المغرب انا شايفه من اقوى المنتخبات الافريقيه او المنتخبات العربيه في البطوله، وشايفه هو اللي انا برشحه من المنتخبات العربيه انه يتاهل للدور الثاني، منتخب المغرب. طب حضرتك لو مكان مدرب المنتخب السعودي يعني كنت عملت ايه وانا واحد داخل منتخب الارجنتين، حتى لا يتكرر يعني سيناريو مباراه ايران امبارح، يعني انا اعمل ايه كمنتخب سعوديه وانا داخل قدام الارجنتين في اول مجموعه قدام تايكون وحش كبير زي ده؟ هل غياب مثلا فهد المولد هيأثر؟ هل عندك سيناريوهات؟ هتعمل ايه؟ بغض النظر عن غيابات وبغض النظر عن المنتخب، هو لازم يشيل الضغط من على لعيبته، انزلوا استمتعوا في الملعب، انزلوا لعبوا كره قدم حقيقيه، اظهروا الصوره المشرفه للمنتخب السعودي في كره القدم او الصوره للمنتخبات العربيه بشكل قوي. طبعا من الصعب ايقاف لعيب زي ليونيل ميسي او دي ماريا او اكتر من عنصر في المنتخب الارجنتيني، فالموضوع هيبقى صعب جدا فني في ارض الملعب، لكن كل شيء في كره القدم وارد، مفيش مستحيل في كره القدم. العب واستمتع ومتع جمهورك والعب بروح وبقتاليه، هتقدر تحقق اللي انت عايزه. لكن طبعا منتخب الارجنتين منتخب قوي جدا ومرشح للبطوله، ليونيل ميسي يعني افضل لاعب في العالم ومن ضمن الافضل دايما في كاس العالم، فانا شايف الامور صعبه. والعالم لاتين امريكا، امريكا اللاتينيه اصلا يعني هي بالظبط، انا شايف النسخه دي من كاس العالم الاقرب ليها منتخب امريكا اللاتينيه سواء البرازيل او الارجنتين. طيب كنت بتقول تونس من شويه منتخب محظوظ، طب انت متخيل النهارده تونس تعمل ايه قدام الدنمارك؟ متخيل ممكن يفوز المنتخب التونسي على منتخب الدنمارك؟ هو مش سهل بالمره يعني. لا طبعا، يمكن كمان برضو مجموعه تونس للاسف صعبه جدا، يعني وقع مع فرنسا حامل اللقب والدنمارك من اقوى المنتخبات واستراليا برضو منتخب قوي ومحترم يعني، فانا شايف ان تونس قدام منتخب الاستراليا هيبقى يعني اسهل مباراه ليهم، هيبقى الاصعب النهارده البدايه قدام منتخب الدنمارك، فانا اتمنى ان منتخب تونس يحقق نتيجه كويسه حتى لو تعادل مع منتخب الدنمارك، ويقدر يكسب منتخب استراليا ويقدم اداء يعني اقوى قدام منتخب فرنسا بغض النظر عن النتيجه، لان برضه فرنسا حامل اللقب بغض النظر عن اصابه كريم بنزيما افضل لاعب في العالم، حصل على الكره الذهبيه، هتاثر طبعا على منتخب فرنسا، منتخب فرنسا هيضم افضل العناصر يعني. فرنسا واستراليا الماتش الثاني في المجموعه الرابعه شايفه ازاي؟ بدايه لازم تكون قويه لحامل اللقب اللي برضه جاي يحافظ على لقبه هنا في قطر، المفروض ان لازم تكون انت منتخب تثبت جداره، ولازم تدي رساله تحذيريه لكل المنتخبات ان انا بطل كاس العالم اللي فات، وان انا جاي احقق نتيجه كويسه، وان انا جاي اخد اللقب وارجع بيه لفرنسا تاني. لكن طبعا حصلت امور، بعض الامور في منتخب فرنسا قبل البطوله هتاثر شويه، يمكن غياب كريم بنزيما وغياب كانتي وطبعا استبعاد بوجبا واكتر من لعيب في منتخب فرنسا، لكن العنصر الابرز هو كانتي وبنزيما من اقوى اللعيبه او اللعيبه الاساسيه في منتخب فرنسا السنين اللي فاتت،
بنزيما افضل لاعب في العالم، الحائز على الكره الذهبيه البالندور من مجله فرانس فوتبول السنه دي، لكن كمان بنزيما وصل للتوب ليفل بتاعه مع ريال مدريد الاسباني السنه دي، فكان غيابه كان صدمه كبيره لمنتخب فرنسا لكره القدم العالميه. فانا شايف ان فرنسا هتتاثر شويه النهارده في المباراه الافتتاحيه على الاقل، لكن منتخب فرنسا يضم افضل العناصر معهم ديدي ديشامب مدرب مخضرم يعني، وحصل على كاس العالم الاخير، فاعتقد ان هم هيقدروا يتجاوزوا المحنه دي سريعا يعني. طب لحد دلوقتي المباريات ماشيه زي ما كنت متخيل ولا في مفاجات سواء في النتائج او في الاداء؟ لحد دلوقتي المفاجاه بالنسبه لي منتخب قطر بصراحه. انا كنت متوقع ان منتخب قطر على الاقل في المباراه الافتتاحيه قدام 67 الف متفرج في بلدهم ان يقدروا على الاقل يكسبوا منتخب الاكوادور او حتى يتعادلوا في المباراه الافتتاحيه، لكن الخساره ومن غير اداء بالمنظر اللي احنا شفناه ده كان بالنسبه لي صدمه، حتى صدمه للشعب القطري اللي كان زعلان جدا بعد التنظيم كويس جدا وتنظيم رائع وحافز افتتاح مبهر، فان احنا نشوف منتخب البلد بيعد بقاله 10 او 12 سنه ان نلعب مباراه افتتاحيه في كاس العالم، يعني حضرتك عارفه اول مره في تاريخ كاس العالم الفريق المستضيف يخسر يخسر في الافتتاح. صحيح. فطبعا كانت صدمه كبيره جدا، فانا شايف ان دي كانت الصدمه اللي بالنسبه لي لحد دلوقتي في كاس العالم، لكن اي نتائج تانية لا لسه يعني. المفاجات في قطر هنتكلم عنها بالتفصيل، ولكن بعد ما نذهب سريعا لموجز الانباء بصحبه زميلتنا منى الشرقاوي. منى شكرا لك مصطفى. 9 صباحا بتوقيت القاهرة، 7 بتوقيت جرينتش، موجز الأخبار من التلفزيون المصري، أهلا بكم. أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي استمرار مصر في بذل كافة الجهود الرامية لدعم سبل استدامة السلام وترسيخ الاستقرار في القارة الأفريقية، وفي كلمة له بمناسبة أسبوع الاتحاد الأفريقي لإعادة الإعمار والتنمية فيما بعد الصراعات، دعا الرئيس السيسي الشركاء الدوليين لاستمرار دعمهم لتعزيز جهود القارة نحو غد أفضل. وقال الرئيس السيسي أن احتفال الاتحاد الأفريقي بالنسخة الثانية لأسبوع إعادة الإعمار والتنمية يأتي تزامنا مع تزايد العديد من التحديات والأزمات على المستويين الإقليمي والدولي، وهو الأمر الذي يبرز أهمية تعزيز الجهود المشتركة لتنفيذ محاور سياسية إعادة الإعمار والتنمية في الدول التي شهدت صراعات عبر الأدوات المختلفة، وعلى رأسها دعم المؤسسات الوطنية وتعزيز قواعد وأسس الحكم الرشيد وتنمية سبل استدامة السلام بما يحول دون الانزلاق في دائرة الصراعات. أكد رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي أهمية الاستمرار في نهج الانضباط المالي والحفاظ على المسار الآمن للموازنة العامة رغم التحديات العالمية الراهنة. جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقده مدبولي لاستعراض التقديرات الأولية للموازنة العامة للدولة للعام المالي الحالي. وشهد الاجتماع مناقشة عدد من النقاط المرتبطة بأداء الموازنة العامة للدولة للعام الجاري، من بينها التقديرات الإجمالية الأولية للأداء المالي للعام الحالي، وكذا التقديرات الأولية لأداء الإيرادات والمصروفات العامة. قالت الوكالة الدولية للطاقة الذرية أنه لا توجد مخاوف فورية تتعلق بالسلامة النووية أو الأمن في موقع محطة زابوريجيا للطاقة النووية في أوكرانيا. وأوضحت الوكالة بعد جولة لخبرائها في الموقع الذي تسيطر عليه روسيا أن خبرائها أكدوا سلامة المعدات الرئيسية على الرغم من شدة القصف. وشددت الوكالة على عدم وجود أي مخاوف سواء أمنية أو تتعلق بالسلامة النووية بالموقع. قالت منظمة الصحة العالمية إن حياة الملايين ستكون في خطر في أوكرانيا هذا الشتاء. وأوضح أنصاري كلوغ المدير الفني الفرعي لأوروبا في منظمة الصحة أن الأزمة في أوكرانيا دمرت أو خربت نصف البنية التحتية في مجال الطاقة في البلاد، حيث يعيش حالياً 10 ملايين شخص دون كهرباء. وقال كلوغ إن الحرب جعلت المئات من المستشفيات والمصحات غير قادرة على أداء وظيفتها كاملة بسبب نقص الوقود والماء والكهرباء لتلبية الاحتياجات الأساسية. يسابق رجال الإنقاذ في إندونيسيا الزمن للوصول إلى أشخاص ما زالوا تحت الأنقاض بعد أن دمر زلزال بلدة في إقليم جاوة الغربية، مما أسفر عن مقتل ما لا يقل عن 162 شخصا وإصابة المئات.
وقالت وكالة مكافحة الكوارث أن الزلزال الذي شعر به الناس بقوة في العاصمة جاكرتا ألحق أضراراً بما لا يقل عن 2200 منزل وشرد أكثر من 5000 شخص. وتعقدت جهود الإنقاذ بسبب انقطاع التيار الكهربائي في بعض المناطق وما يزيد عن 80 هزة ارتدادية. لقي 36 شخصا مسرعهم وأصيب 2 آخران جراء حريق شب في مصنع بمدينة أنيانغ بمقاطعة خنان الصينية. وذكرت وسائل إعلام صينية أن فرق الإطفاء أرسلت 63 عربة إلى محل الحادث للسيطرة على الحريق، كما أفادت بأن عمالا يشتبهوا بأن استخدموا معدات اللحام بشكل مخالف للقواعد تسببوا باندلاع الحريق. رفض اتحاد النقل الموحد الذي يمثل عمال السكك الحديدية والحافلات والنقل الجماعي وخطوط الطيران في الولايات المتحدة اتفاق المطالب المبدئية للعمال والذي توسط فيه البيت الأبيض. ووفقا لجمعية السكك الحديدية الأمريكية فإن الاقتصاد الأمريكي على وشك أن يخسر نحو ملياري دولار يوميا مع احتمال إضراب عمال السكك الحديدية عن العمل، وهو ما سيؤدي إلى إغلاق قطاعات كبيرة من خدمة القطارات في مختلف أنحاء الولايات المتحدة. نهاية موجز التاسعة، عودة لاستكمال باقي فقرات صباح الخير يا مصر بعد الفاصل. اهلا بحضراتكم من جديد، مستمرين في حديثنا عن كاس العالم مع ضيفنا اللي منورنا في الاستوديو الناقد الرياضي علي البحيري. نرجع ليك يا علي، كنا بنتكلم قبل الفاصل عن قطر والمشاركه الاولى ليها في كاس العالم. ايه اللي حصل؟ هل احنا كنا شايف المنتخب القطري واخد امم اسيا 2018، عنده افضل لاعب في البطوله اكرم عفيف وكمان هداف اسيا المعز علي، هل اللعيبه مثلا اتخضت من العدد الكبير اللي كان موجود في الاستاد افتتاحيه كاس العالم تقريبا 67,000 متفرج؟ ايه اللي حصل؟ ليه ما شفناش الاداء اللي احنا كنا مستنيينه من المنتخب القطري؟ زي ما بقول لحضرتك انا كنت اتصدمت طبعا من الاداء. يمكن منتخب قطر بطل اسيا، منتخب زي ما بقول لحضرتك بيعد بقاله 10 او 12 سنه انه يشارك في كاس العالم. يمكن انا شايف التواجد الجماهيري كان عامل مؤثر على منتخب قطر سلبي مش ايجابي. اتخضوا طبعا من الجماهير، 67,300 مشجع اعتقد كان حاجه كبيره جدا في افتتاح كاس العالم، لكن كان بالنسبه لهم كان في ارتباك شويه، كان في اخطاء دفاعيه. ده اللي قاله المعز علي وقاله اكرم عفيف تصريحات تلفزيونيه بعد اللقاء، ان هم ارتبكوا شويه وكان في قله خبره قدام منتخب الاكوادور، ان هم ارتبكوا وعملوا اخطاء دفاعيه كلفتهم الخساره في المباراه الافتتاحيه. يمكن كمان الجون الهدف اللي جه بدري المنتخب الاكوادور وبعد كده اتلغى تقنيه الفار، وبعد كده ركله الجزاء اللي جت سجلها اينر فالنسيا اللي هو جاب الهدفين في اللقاء، وبعد كده الهدف الثاني برده جابه نفس اللاعب، ده خلص المباراه بدري جدا في الشوط الاولاني واثر على حظوظ منتخب قطر في المباراه. اللعيبه في الملعب كانت متوتره جدا، انذارات كتيره جدا، فانا اعتقد ان منتخب قطر تاثر بالاجواء شويه وقله الخبره وبعض الاخطاء الدفاعيه، والحضور الجماهيري الكبير كان صعب عليهم ان هم اول مره يلعبوا في تاريخهم. حضرتك عارفه قطر بتلعب لاول مره في تاريخها في كاس العالم، اول مباراه لمنتخب قطر في كاس العالم كانت صعبه جدا عليهم، فكان قله خبره شويه، لكن يقدروا يتداركوا ده في البطولات القادمه. لكن في البطوله دي هيبقى صعب ان هم يلعبوا بعد كده السنغال وهولندا، هيبقى الامور صعبه يعني صعبه جدا بالنسبه لهم. خلينا نروح سريعا للعاصمه القطريه الدوحه، معانا من هناك احمد عبد الباسط الناقد الرياضي، ربما شاف كتير من اجواء كاس العالم ومباريات كاس العالم، بتاكيد عايزين يعني ايه نتعرف على مشاهداته من مقاعد الصحفيين من خلال هذه الاستادات. صباح الخير يا استاذ احمد. يا صباح الفل، برحب بحضرتك وبرحب بهدير وبرحب باستاذ علي وبرحب بكل المشاهدين. اهلا بيك يا احمد، لو تقول لنا الاجواء في قطر عامله ازاي من اول يعني المباراه الافتتاحيه، شكل التنظيم عامل ازاي، شكل المدرجات عامل ازاي، يعني حطينا كده في الاجواء هناك. طيب خليني بس في البدايه اتكلم انه بره الملعب فالاجواء رائعه، الاجواء ممتعه. اذا تحدثنا عن الدول الاوروبيه ومهاجمتها للبطولة وكأس العالم 2022، فكان الرد كفيلا يعني من انفنتينو رئيس الاتحاد الدولي على هذه الدول، وان هم بينتقدوا
كأس العالم لأنه في بلد عربي وهم قاعدين على كراسيهم، فقال يجب أن تعتذروا لأنه هيكون كأس العالم هي النسخة الأفضل في تاريخ المونديال عموما. الشاهد على الكلام أنه أنا حضرت كأس العالم 2018 وحضرت كأس عالم قطر، يكفي أنه أنا ممكن أحضر ماتش وأخلص الماتش وأروح الماتش الثاني، يكفي أنه ما بلاقيش زحمة في قرب الشوارع. المسافات تقصد يعني كمان ساعد الموضوع؟ الـ 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 البلد كلها لو أنا في منتصف البلد نص ساعة يمين بكون في أول ملعب، نص ساعة شمال بكون في آخر ملعب، فأول ملعب وآخر ملعب بيبعدوا عن بعض ساعة، يعني الموضوع مش صعب. لكن في روسيا عشان تروح من ملعب لملعب لازم تسافر بطياره، لانه كان كل مدينه بتبعد عن المدينه الاخرى، يا اما طياره يا اما تاخد قطر يوم كامل، فكان الموضوع مختلف. دي نمره واحد. نمره اثنين، انت هنا قطر موفره انه في عربيات ما لهاش حق تمشي خالص في فتره المونديال، في شهر كامل اجازه من المدارس عشان خاطر الزحام، في باصات موفرينها، في مترو متوفر، كل الحاجات دي متوفره للجمهور او كل من يحمل هيا، بحيث ان هو يروح مجانا طبعا، ان هو يدخل الملاعب بسهوله. اعتقد ان هذه الامور ما كانتش موجوده قبل كده، اعتقد ان هذه الامور بتقول ان قطر شغاله بقى لها فتره كبيره عشان تخرج بهذا الشكل. بمجرد ما توصلي قطر او تدخل المطار لحد ما تروح تدخل الملعب، انت لا تتعامل مع اي عامل بشري اطلاقا، كل الموضوع انت بتدخل على اجهزه، بتحط الباسبور، بتحط كارت هيا بتاعك، كل ده انت بتتعامل بمجرد ما الجهاز اللي قدامك بيتعرف على الشخص، فانت خلاص بتدخل اوتوماتيك، الموضوع متيسر لاقصى درجه. صحيح. ده بالنسبه لخارج الملعب يعني. لكن في داخل الملعب الاستادات اتعملت، كل استاد ليه فكره معمول بيها، كل استاد وراه هدف. يعني استاد البيت اللي كان فيه الافتتاح حرفيا احنا قاعدين جوه خيمه، السقف بتاع الاستاد نفسه شكل الخيمه، الوان الخيمه العربيه، ده اللي عامله مهندس الماني تقريبا يا احمد، صح؟ بالظبط بالظبط. وعلى فكره كل الملاعب اللي معموله هنا يعني ممكن تتفكك وتتركب تاني، لانه هو قطر طبعا احنا لو اتكلمنا على الدوري القطري ممكن ما يبقاش محتاج الملاعب دي كلها، الثمان ملاعب احنا بنتكلم انه في 32 منتخب، ال 32 منتخب اللي موجودين هنا بيتدربوا على 32 ملعب فرعي للتدريبات. أيوة. كل ملعب احسن من الثاني. بنتكلم على الملاعب الاساسيه 8 ملاعب بيلعبوا. صحيح. عليها كل مجموعه يعني، فلا البنيه التحتيه معموله بشكل خرافي. بالنسبه للافتتاح، الافتتاح كان الناس كلها شافته. اي نعم، كنت بتسالوا استاذ علي على خساره المنتخب القطري، طبيعي عده اسباب ادت الى خساره المنتخب القطري، ممكن يبقى موضوع الجمهور بيجي دايما عامل عكسي على اللعيبه خصوصا لقله الخبرات. هذه هي المشاركه الاولى لقطر في تاريخها في المونديال، الاكوادور منتخب تقيل في كره القدم. أيوة. بجانب اتفضل. انا يعني انا مستمتع جدا بمشاهدتك، ولكن انا برضو محتاج اسالك، انت امبارح كنت حاضر ماتش السنغال وهولندا، شفت الماتش ازاي من مقاعد الصحفيين؟ شفت ازاي الجماهير العربيه شجعت مين في اللقاء؟ الموضوع كان عامل ازاي؟ طيب حتى الان هي المباراه الاقوى من وجهه نظري، يعني قد يختلف البعض، ولكن من وجهه نظري هي المباراه الاقوى بين المنتخبين سواء الهولندي والسنغالي. لو بصينا نظريا او على ارض الملعب نشوف الاكوادور وقطر كانت مباراه من جانب واحد، ايران وانجلترا كانت مباراه من جانب واحد، امريكا وويلز كانت مباراه قويه، ولكن هما الاثنين مستعدين جدا لهذه المباراة، ليست المشاركة الأولى لهم في كأس العالم، فكانت مباراة برضو فيها ندية. ولكن مباراة السنغال وهولندا الكل داخل هذه المباراة قايل إن هولندا هتبقى مسيطرة على الجيم، بالعكس داخل السنغال بيهاجم بيعمل اللي هو عايزه، بل بالعكس ضيع فرص. إن كنت أرى إنه الأخطاء كانت أخطاء من مندي حارس المرمى شوية في الهدفين اللي جم في المنتخب السنغالي، ولكن يتبقى إنه المنتخبين ليهم تقل داخل الملعب، المنتخبين قلبوا المجموعه لان هم معاهم قطر والاكوادور، فاصبح حسابات المجموعه هتبقى معقده في حال فوز السنغال على المنتخب القطري او فوزها على منتخب الاكوادور، فهتتعقد حسابات المجموعه فنيا. على ارض الملعب لا، كان جيم حلو، الجمهور كان في الملعب، كان الجمهور السنغالي اكثر بكثير من الجمهور الاكوادوري، دائما الجمهور القطري او الجمهور العربي كمصريين طبعا احنا كنا موجودين بنشجع السنغال بطبيعه الحال يعني، ولكن في جمهور العربي بيبقى منقسم ما بين هولندا ما بين، لانه الجمهور العربي بيبقى من اسيا اكثر من افريقيا بطبيعه الحال، موجود هنا في قطر باعتبارها دوله اسيويه، فالموضوع بيختلف
شويه يعني، لكن الجمهور العربي هو المستفيد الاكبر من المتعه. الجماهير قبل الماتش ب 40 دقيقه ما كانش الملعب، كان الملعب فاضي امبارح يعني قبل الماتش ب 40 دقيقه. هو في جماهير اوروبيه ويعني جماهير مش عرب اكتر، ولا الجماهير العربيه والافريقيه موجودين بشكل اكبر في قطر؟ كل منتخب اوروبي معاه مجموعه موجوده يعني. امبارح مثلا بالليل، في النهارده السعوديه هتلعب الارجنتين بعد ساعتين او ثلاث ساعات، موجود جيم امبارح من السعوديه جماهير عربيه كثيره. كل منتخب ليه الجمهور بتاعه، ولكن لو حسبنا انه عدد المنتخبات الاوروبيه في هذا المونديال 26 منتخب او اوروبيه بقى على اسيويه على امريكا اللاتينيه، فهم عدد جمهورهم كتير جدا برضو لو جمعناه كله. لكن الجمهور العربيه بخصوص قرب البلاد العربيه من قطر، فلا في جمهور برضو صحيح اكيد هيحضروا. صحيح صحيح. طب انت امبارح كنت حاضر مؤتمر منتخب هولندا، وكان ليك سؤال لفان دايك نجم ليفربول عن محمد صلاح، اللي رغم غيابه عن البطولة إلا أنه حاضر باسمه في كل المحافل. عايزين نتعرف على كواليس السؤال. والله هو أنا كنت كويس أنه حضرتك سألتني السؤال ده، لأنه سؤال مهم يعني، أنه كنت في المؤتمر وكان السؤال أنا بدور عليا، لأنه هنا كل حاجة منظمة جدا يعني. فكنت طالب السؤال، فجي دور السؤال رقم 6 لفان دايك، فكان فان دايك اتسأل في معظم الأمور. أنا بحكم أن أنا مصري حبيت أربط يعني عدم وجود مصر، وده طبيعي جدا بحكم ان احنا ممثلين لمصر هنا، فحبيت اربط الامر شويه بمحمد صلاح. فسالته قلت له انه في شهر 3 اللي فات كانت مباراه بين مصر والسنغال، وطبيعه الحال هم هيلعبوا السنغال يعني. صحيح. بين مصر والسنغال انت كنت بتتفرج على الماتش، كنت بتشجع مين يعني؟ ولو قلت لي انك ما اتفرجتش، فكنت مع مين بقلبك؟ نمره 2، انت سواء شجعت ده او شجعت ده، فالاثنين ما بقوش موجودين، واحد للاصابه وواحد للخساره. فهو طبعا السؤال يعني كان في رد فعل منه ومن فانخال المدير الفني، ان هو قال له سؤال صعب يعني. هو رد حتى في اجابته قال ان هو ده سؤال عصيب جدا، ولكن انا كنت محايد بين الاثنين لان الاثنين اصدقائي، ولكن في النهايه انا خسرت الاثنين، مش موجودين في كاس العالم، وكاس العالم خسرهم وافتقد لهذا الثنائي الافضل يعني. طيب عايز اسالك كمان يا احمد، طب انا وصلت الاستاد، الدخول جوه الاستاد بياخد قد ايه وقت؟ العمليه سهله علشان اروح احضر ماتش، ولا الاجواء التنظيميه دي عامله ازاي؟ طيب هو كمان عاملين حاجه حلوه قوي، انه مداخل الاستادات مقسمينها، مقسمين الشوارع يعني. هنا الجمهور، هنا الفي اي بي، هنا الاعلام، هنا متقسمه بحيث انه ما يحصلش تكدس مروري او زحام. بتدخل عند البوابه، بمجرد ما تدخل عند البوابه انت لابس الاكريديتيشن او التصريح بتاعك. في هنا بقى بتدخل بالتصريح على جهاز بيشوف الصوره او بيشوف الباركود بتاع كل شخص، بمجرد ما بيشوف الباب بيتفتح اوتوماتيك بتدخل على طول. ما بين البوابه وما بين المقعد بتاع كل واحد ممكن ياخد من 2 لـ4 دقائق. عظيم. في اتجاهات بتقول ان انت رقم الكرسي بتاعك كذا في المنطقه كذا يعني، متقسمه تقسيمه رائعه، ان انت بمجرد ما بتدخل كل مكان البوابات كتير، واماكن دخول الملعب للمقاعد كتير، بحيث انه ما يحصلش اي زحام يعني. ما بنلاقي مثلا كل 1000 او 2000 مشجع بيدخلوا من باب واحد، فعلى مدى ساعتين ثلاثه فالامر بيبقى متيسر جدا وانت داخل بتتفرج في الملعب. اجواء الملعب نفسها، الملاعب كلها مكيفه، انت بتبقى قاعد فعلا في مكان مكيف، فما بتحسش بدرجه حراره مش وكمان احنا لا، واعتقد ان الجو كمان دلوقتي كويس، هو ما يمكن كان اختيارهم لشهر نوفمبر علشان كده. لسه هقول انه الوقت فعلا بدا الناس تحس بشويه برد خفيف، لانه الجو هنا رائع يعني. الجو هنا هو الانسب والامتع في خلال السنه. صحيح. كلها في قطر يعني. طب استاذ احمد، يمكن انت ذكرت من شويه انك حضرت كاس العالم في روسيا وحضرت كاس العالم في قطر، بغض النظر عن قصه المسافات اللي ما بين الاستادات اللي ذكرتها، في ايه تاني بيفرق من ده لده؟ والله كاس العالم في قطر، اولا احنا كنسخه عربيه فهو نسخه هي مهمه جدا، بيفرق انه انت بتنجح قدام معوقات يعني. روسيا كان بتلقى كل الدعم، روسيا لم ينتقد احد، روسيا كان عندها البنيه التحتيه جاهزه، روسيا كانت مقدمه الملف وخلاص، انا عندي ملاعبي، عندي فرقي، عندي الدوري بتاعي، فكل حاجه كانت جاهزه. انت بتتكلم اللي بيفرق قطر عن روسيا، انت اخذت تنظيم المونديال، ما كانش عندك ملعب واحد من الـ8 ملاعب سوى استاد خليفه، اخذت تنظيم المونديال،
وانت ازاي الدول العربية تاخد المونديال من اوروبا، فده هيفتح الباب والمجال للدول العربية اللي جاية ان هي تطلب وتقدم ملفات، لانه نجاح مونديال قطر فبالتبعية يدي يلقي الضوء على الدول العربية انها تقدر وتستطيع تنظيم بطولات اخرى. فكان الهدف من الاوروبيين ان هو بيعمل فزاعة، الفزاعة دي لا، الدول العربية لا تستطيع ان هي تبقى موجودة. عشان كده كانت رسالة قوية جدا، موجود السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، موجود رؤساء الدول في الافتتاح بدعوة من الشيخ تميم أمير قطر. فكل الحاجات التفاصيل الصغيرة اللي اتعملت هنا، انت انشأت بنية تحتية وانشأت كل حاجة لكأس العالم، كل هذه الأمور كانت متغيرة عن كأس العالم في روسيا 2018. كل السلبيات اللي ممكن احنا نبقى هنشوفها في بطولة مش موجودة، انت خلاص الناس بتوفر لك كل حاجة، الناس مهيئة كل حاجة ليك هنا علشان البطولة تطلع بالشكل الأمثل. لكن في روسيا لا، البلد كبيرة جدا في روسيا، البنية التحتية كانت موجودة من الأساس، درجة الحرارة بقى والبرودة كانت في روسيا، طبعا حضرتك عارف الفرق بين هنا وهنا. لكن عموما في المجمل نسخة كأس العالم 2022 مليانة تحديات وصعاب وتحقيق الإنجاز مع كل هذه التحديات هو ده اللي بيفرق وبيحدث الفارق. أحمد كمان عايز أسألك، إزاي الجمهور العربي بيستعد للماتشات النهاردة؟ عندنا السعودية أمام الأرجنتين والدنمارك وتونس، الأجواء العربية للاستعداد لتشجيع هذه المنتخبات عاملة إزاي؟ ما بيناموش يعني الجمهور العربي اللي هو بساعات الجمهور بيجي رحلة اليوم الواحد، فما بيناموش هنا في أماكن بيتجمعوا فيها، أماكن تراثية بالنسبة لقطر بيتجمع فيها كل جماهير المنتخبات عموما وليست العربية فقط. ولكن الجمهور العربي بيجي من بالليل اللي هو يعني امبارح، بيفضلوا في الشوارع بيطوفوا البلد كلها بأعلامهم، ليهم ساحات معينة بيحتفلوا بيها فيها. أنا قابلت امبارح عدد كبير من الجمهور السعودي عنده أمل، يعني عنده أمل إن هم يلعبوا الأرجنتين، عارفين إن المباراة صعبة ولكن ليس هناك مستحيل في كرة القدم يعني، ولكن هم قالوا إحنا نفسنا نستمتع بهذه المباراة. الجانب التونسي مع الدنمارك أيضا هي مباراة صعبة في لغة كرة القدم، ولكن نتبقى إنه إحنا كنا داخلين ماتش مصر وبلجيكا الود الأخير، ما كانش حد يتعشم إن إحنا نخرج بهذه النتيجة ونفوز 2-1، ولكن لا، معطيات كرة القدم وحالة اللاعبين في نفس يوم المباراة هي اللي بتفرق كمجمل في كتابة مين يفوز مين يتعادل. ده بيكون المعطيات الأخيرة لأي مباراة كرة قدم. أحمد عبد الباسط، أسعدتنا ويعني نقلت لنا كل الأجواء من قطر، بنشكرك شكرا جزيلا. أنا الناقد الرياضي أحمد عبد الباسط على وجودك معنا دلوقتي. بنعود مرة ثانية ضيفنا الأستاذ علي البحيري الناقد الرياضي، وربما النهاردة في مجموعة من المباريات من أهمها مباراة المنتخب التونسي، شايف استعداداته إزاي؟ منتخب تونس منتخب قوي، يمكن شايف ان لازم بدايه قدام منتخب الدنمارك، منتخب طبعا صعب، منتخب اوروبي قوي، لازم منتخب تونس يقدم مباراه قويه في اول ظهور ليه في المجموعه، يعني لان طبعا المباراه اللي جايه تبقى صعبه طبعا مع فرنسا، لها طبعا مع منتخب استراليا. فانا اثق في منتخب تونس، انا بقول لحضرتك منتخب محظوظ شويه وعنده برده عناصر كويسه، لعيبه طبعا في غيابات النهارده اظن، لا اعتقد ما فيش غيابات النهارده في منتخب تونس، لكن هم جاهزين جدا ومدربهم اتكلم امبارح في المؤتمر الصحفي. انا بقالي كمان هم متعودين على اللقاءات اللي هي احنا بنشوفها لقاءات صعبه، لكن هم بيقابلوا فرق كبيره كتير. دي حقيقه، دي حقيقه، منتخبات زي تونس والمغرب بيلعبوا فعلا مع فرق اوروبيه حتى ماتشات وديه كتيره، وكمان منتخب مصر لما لعب مع منتخب بلجيكا وقدر يكسب، فمنتخب تونس متمرس شويه في الحته دي. فانا اعتقد ان هم هيقدموا مباراه قويه قدام الدنمارك بغض النظر عن النتيجه، ما اقدرش اتوقع النتيجه، لكن انا شايف ان هم يقدروا يقدموا نتيجه كويسه، واتمنى طبعا فوزهم هم ومنتخب السعوديه. شايف فرص المنتخبات العربيه عامله ازاي في البطوله؟ فرص المنتخبات العربية، أنا شايف منتخب المغرب هو الأقرب للتأهل للدور الثاني، يمكن المنتخبات العربية بشكل عام في تاريخ كأس العالم ما حدش عدى الدور الثاني، يعني هو كان أكبر إنجاز الصعود للدور الثاني في البطولة. فأنا شايف منتخب المغرب هو المنتخب اللي أنا أراهن عليه إنه يقدر يتأهل للدور الثاني في هذه النسخة من كل المنتخبات العربية، بالنظر لمجموعته وبالنظر للمعطيات اللي قبل البطولة يعني. شكرا لك أستاذ علي البحيري الناقد الرياضي، ربما يعني اديتنا بشكل عام بانوراما عن تفاصيل كأس العالم الافتتاح والمباريات المرتقبة وأيضا المشاركة العربية في هذه البطولة. بنشكر حضرتك مرة ثانية. مشكور حضرتك جدا. شكرا جزيلا يا فندم. نروح مع حضراتكم دلوقتي الفاصل ونرجع بعد نكمل الكلام، خليكم مستنيين.
اهلا بحضراتكم من جديد. المجلس القومي للاجور عمل امبارح اجتماع مع اصحاب الاعمال لمناقشه اليات تطبيق الحد الادنى للاجور علشان يوصل ل 3000 جنيه على العاملين بالقطاع الخاص، وكمان صرف علاوه 200 جنيه علاوه استثنائيه. اللي تم في هذه النقاشات امتى اصلا هيتم صرف هذه العلاوه؟ اسئله كتير هيجاوبنا عليها ضيفنا دلوقتي منورنا في الاستوديو الاستاذ مجدي البدوي عضو المجلس القومي للاجور. صباح الخير على حضرتك. صباح الخير يا فندم. عن ماذا اسفرت هذه النقاشات وامتى يتم تطبيق الحد الادنى ورفعه ل 3000 جنيه؟ هي النقاشات لم تتوقف منذ بدايه الاعلان الدوله المصريه عن تطبيق الحد الادنى للاجور 3000 جنيه على العاملين في الجهاز الاداري للدوله. ويمكن احنا شفنا رئيس اتحاد الصناعات وقف قدام رئيس الجمهوريه في مؤتمر معا للصناعه وقال ان احنا عندنا استعداد ان احنا نطبق الحد الادنى للاجور 3000 جنيه وان احنا كمان نطبق العلاوه الاستثنائيه المقرره ب 300 جنيه. ومن هذا الوقت بدا المجلس القومي للاجور يناقش مع اطراف عديده داخل القطاع الخاص اليات التطبيق وكيفيه التطبيق. كل ما يحدث الان هي مشاورات لكيفيه التطبيق لسبب مهم جدا ان احنا عايزين اكبر عدد من هذه الشركات يعلن انه سيطبق الحد الادنى للاجور. لان احنا مش هنفرح ان احنا نطلع نعلن بيان ونقول صحيح. مع ان احنا طبقنا ونكتشف في الاخر ان 10,000 شركه اعلن ان هم مش قادرين، ان مش عارف كم شركه اعلن ان هم مش قادرين. بس اكيد عندكم رؤيه يعني كم عدد العمال اللي متوقع ان هم يستفيدوا من يعني لا هم بص اصل القرار بيطلع لكل العمال بما فيهم العاملين في الصناعات الصغيره ومتناهيه الصغر، يعني لا يستثني احد من القطاع الخاص، والقطاع الخاص ده اعداده ممكن تتراوح ما بين، احنا ما عندناش عدد دقيق برضه عشان ابقى صادق معاك، ممكن يبقى 24 مليون، ممكن يبقى 23، ممكن يبقى 21 مليون، الكلام كتير والارقام كتير وبشكل يعني 20 ل 25 مثلا يعني. لكن في النهايه احنا بنسعى جاهدين خلال الاقرار ده، لان احنا شفنا يمكن الفتره اللي فاتت الدوله كان لديها اصرار على تطبيق الحد الادنى للاجور وصرف العلاوه لدى شركات التابعه او العاملين في الدوله، وحتى قالت أن بالنسبة للشركات التابعة الشركات التي لا تستطيع تروح لصندوق الطوارئ، صندوق الطوارئ هيساعدها عشان تدفع للناس، وبالتالي هناك طب احنا عايزين نتكلم في النقطة دي، هناك شركات تمر بأزمات ما، فعندها إشكالية في مسألة إنها تعمل علاوة استثنائية أو إنها توصل إنها ترفع الحد الأدنى ل 3000 جنيه. الدولة هنا بتقدم إيه أو دور المجلس إيه؟ في صندوق الطوارئ اللي هو الخاص بال يعني التابع لوزاره القوى العامله. الدوله قالت يعني تصريح ليها رسمي ان الشركه اللي مش قادره تطبق الحد الادنى للاجور، الدوله تعي الظرف الحالي وتعرف تداعياته وتاثيره على الناس، وبالتالي هي بتساعد بكل قوه بحيث ان هي معظم الناس تقدر تستفيد. طب الناس تقدر تستفيد ايه؟ كان في 2400 في شركات طلعت قالت انا مش قادره، وشركات تابعه اللي هي شركات من شركات قطاع الاعمال العام. النهارده قيل لهذه الشركات اللي الشركه اللي مش قادره تدفع الحد الادنى للاجور، تطبق الحد الادنى للاجور 3000 جنيه او تدفع ال 300 جنيه العلاوه الاستثنائيه، احنا موافقين ان احنا نديها طرف، بس هنراجع ورقها وهنشوف. نراجع ورقها طبعا ما فيش حد يدفع. طب المدارس يا دكتور، المدارس الخاصه تحديدا يعني قيمه ما هم دول من اصحاب دي يعني من اكتر الناس اللي ربما يعني في مدرسين بتتراوح اجورهم 2000 و3000 جنيه فعلا. ده المدارس الخاصه دي حاجه معروفه مش لا يعني اصحاب المدارس الخاصه طرف اصيل بالظبط في اتفاق اصحاب الاعمال صحيح. وان شاء الله يعني شوف انا عايز اقول لك هو المجلس القومي للاجور عنده دور انه يخاطب هذه المدارس الخاصه في مساله زياده هو بيخاطب اصحاب الاعمال ومن ضمن اصحاب الاعمال اصحاب المدارس الخاصه ليها ممثل موجود دايما في الاتفاقات وكل حاجه، لان طبعا دول عدد كبير ويعني وعنصر فاعل في مساله احنا لا نستثني احد في النقاشات، لا نستثني احد في اللقاءات، احنا يعني في المجلس القومي للاجور فاتح يعني حضرتك لو هو قال لك انا مش قادر هتروح تراجع حساباته طبعا ده مؤكد لا ده في اليه يعني في اليه لمساله الاستثناء المؤقت من الحد تطبيق الحد الادنى للاجور، يعني انا ما فيش اي ملامح الاليه دي مفردات يعني حقيقة. مثلا ما فيش واحد يجي يقول لي انا مش قادر وانا اقول له شكرا خلاص انت مش قادر لا احنا يعني احنا المجلس القومي للاجور لا توجد لديه الاليه نفسها، بس احنا عملنا ايه؟ احنا اتفقنا مع وزير القوى العامله بصفته عضو في المجلس القومي للاجور، اتفقنا معاه ان هو عنده يعني مديريات القوى العامله منتشره على مستوى الجمهوريه، هذه المديريات جواها لجان تفتيش، يعني كل المصانع
خاضعه للجان التفتيش دي التابعه لوزاره القوى العامله، فاوكلنا لوزاره القوى العامله ان هي تقوم بهذا الدور ان هي تفتش على الشركات اللي هي مش قادره او بتقول ان هي مش قادره تطبق الحد الادنى للاجور، فبتراجع ميزانياتها وتراجع اوضاعها وتراجع موقفها وتراجع كل حاجه في الامر. كلام سليم، ان لقت الشركه تستحق بتكتب تقرير ان هي هذه الشركه تستحق ان هي ان احنا نعفيها اعفاء مؤقت لحين تحسن احوالها الماليه، لان لا يملك احد ان هو يعفي شركه بشكل مطلق، لا انت بتعفي لان المرحله دي من خلال هذه الاليه بالظبط. كلام سليم. لكن لو بعد اسبوعين ثلاثه شهر سنه قدرت بتطبق على طول، لان اللجان اللي هي المتابعه دي او اللجان التفتيش دي هي لجان دائمه مش مختصه بوقت معين، ومن بقى واصبح من ضمن اهتماماتها انها تراجع تطبيق الحد الادنى للاجور. هل شركات القطاع الخاص بتمر بازمات حقيقيه؟ شوف يعني خلينا صراحة، الفترة اللي فاتت القطاع الخاص تعرض لبعض الأزمات نتيجة السيولة الدولارية نتيجة ويمكن احنا شفنا الرئيس في أكتر من مجال كان بيدعو الحكومة انها تقعد مع أصحاب الأعمال وتحاول تحل مشاكلهم، ويمكن كان في دعوة سابقة وعلى أثرها رئيس الحكومة المصرية راح قعد مع اتحاد الصناعات وقعد مع الغرف التجارية وقعد مع اتحاد العاملين في السياحة، يعني عقد أكتر من جلسة، ويمكن في المؤتمر الاقتصادي المؤتمر أكد على لابد من حل مشاكل القطاع الخاص، وإن هو إن احنا نسارع به إصلاح بعض الأزمات اللي موجودة. ويمكن في الفترة دي شفنا تصريحات مهمة جدا إن السلع المخزنة في المواني تطلع بسرعة، وإن توفير الدولار، يعني إجراءات تمت سريعة لإصلاح يعني بعض المشاكل اللي موجودة لدى القطاع الخاص، وبالفعل في خطوات إيجابية بسرعة. عشان كده إحنا يعني إحنا في المجلس القومي للأجور ما كناش بنسارع في مساله الجلسه، يمكن كان في ناس عماله تطالب بسرعه المجلس القومي للاجور ما انعقدش ليه؟ طب المجلس القومي ما 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 ما, ما اعلنش ليه؟ لا احنا كنا دايما احنا حريصين ايه؟ ان الامور تستقر الاول، المشاكل تتحل، يبقى القطاع الخاص متاهب لمساله الدفع وتصبح لديه القدره لمساله تطبيق الحد الادنى للاجور، ثم نعلن الامر ويعني يبقى فيه كلام صريح في مسألة، ومعظم الشركات تستفيد، لأن احنا هدفنا في الأول وفي الآخر أن العامل يستفيد، واحنا في المرحلة دي كمان عايزين العامل يستفيد، يعني كل عمال مصر تستفيد عشان تقدر تواجه الوضع أو الظرف الاستثنائي اللي احنا فيه. التواصل ما بين المجلس القومي للأجور والغرف التجارية ضلع شكله عامل إزاي علشان يتم تنفيذ هذه العلاوة فعلا؟ بص أهم ضلعين موجودين من أصحاب الأعمال لدى يعني اتحاد الصناعات والغرف التجارية، هم الأكثر عددا والأكثر قدرة والأكثر تفاهما والأكثر تنظيما كمان. كلام سليم. وبالتالي احنا على تشاور، يعني يمكن رئيس اتحاد الصناعات أعلن، لكن كان لابد من التشاور مع اتحاد الغرف التجارية، لابد من التشاور مع أصحاب المدارس، لابد يعني مع كل الأطراف اللي موجودة داخل مصر من القطاع الخاص، عشان زي ما قلت لحضرتك ان احنا نوصل لهدفنا وهو ان اكبر عدد من الشركات يطبق او اصحاب الاعمال يطبق الحد الادنى للاجور واكبر عدد من العمال يستفيد. يعني حضرتك قلت لي ان ما عندكش احصائيه دقيقه بعدد العاملين في القطاع الخاص، طيب حضرتك بتتواصل معهم ازاي وما عندكش احصائيه؟ يعني هل بتتواصل مثلا مع الاتحادات الخاصه بيهم او الغرف؟ يعني انا النهارده عندي كام شركه قطاع خاص اقدر اتواصل معاها كدوله علشان اطبق الحد؟ احنا مش بنتواصل مع شركات، لكن احنا بنتواصل مع الممثلين يعني مثلا اتحاد الصناعات، اتحاد الغرف، الاتحاد عنده اليه للتعامل معاهم. كلام سليم. عنده عارف مين هم، يعني اتحاد الصناعات عارف مين هم اعضائه او الشركات التابعه ليه، لان هم ليهم هيكل بيضمهم في النهاية، الغرف التجارية لهم هيكل بيضمهم في النهاية، لكن احنا عندنا يعني مثلا في صناعات بره بتبقى بره المنظومة زي الصناعات الصغيرة ومتناهية الصغر، دول بره المنظومة. كلام سليم. او مش خاضعين في منظومة تحميهم بشكل كبير، ومع ذلك احنا لما بنيجي نعمل حد الادنى للاجور لا نستثني هذه الفئات، لا نستثني العامل اللي شغال عند بقال، لا نستثني العامل اللي شغال انا اسف يعني عند حلاق، يعني كل دول المفروض يطبق عليهم الحد الادنى للاجور.
أهم التحديات اللي بتشوفوها كمجلس قومي للأجور من خلال النقاشات اللي بتتم مع الغرف التجارية، مع اتحاد الصناعات، مع أصحاب حتى الصناعات الصغيرة والمتوسطة لتنفيذ مسألة رفع الحد الأدنى ل 3000 جنيه وأيضا تطبيق العلاوة الاستثمارية؟ يعني إحنا بنكتشف أحيانا مثلا شكاوى لبعض العمال إن هم لا يطبق عليهم الحد الأدنى للأجور، عشان كده إحنا دايما بنطالب هذه الفئة من العمال بنقول لهم نرجوكم طالما شركة قالت أنا هطبق، لو ما طبقش عليك الحد الادنى للاجور عليك ان انت تتقدم بشكوى، لابد ان انت تدافع عن حقك، مش تكتفي ان انت تقول ان ما طبقش عليا وخلاص، طالما الشركه اعلنت انها ستطبق عليك انت وما طبقتش عليك انت تروح تشتكي سواء للمجلس القومي للاجور، لجنه في لجنه الشكاوى في المجلس القومي للاجور، هتشتكي للنقابه اللي تابع يعني اللي انت تابع ليها ان كان لديك نقابه، تشتكي لمديريه القوى العامله، اقرب مكتب مديريه القوى العامله تابع ليك، يعني احنا ما بنعقدش المساله، لا احنا سايبين لك اكتر من مجال واكتر من مساحه والاقرب ليك روح له، بس المهم قول ان ما بتطبقش عليا، لا تكتفي ان انت تبقى غاضب وزعلان ان ما تطبقش عليك، خليك ايجابي، لا خليك ايجابي صحيح. وبالتالي دي دعوة لكل العمال التي لا يطبق عليها الحد الأدنى للأجور حين التطبيق، احنا لسه ما طبقناش طبعا، التي سيطبق لسه في عليها. إجراءات التطبيق بالتأكيد يعني والتي سيطبق عليها خلال المرحلة اللي جاية ان شاء الله لابد ان هم يدافعوا عن حقوقهم يعني. صحيح. اذا الحكومة المصرية يعني ممثلة في المجلس الأعلى للأجور بتطبق او بتتواصل مع كل الاتحادات والنقابات الخاصة بكل العمالة الخاصة من أجل تطبيق هذا الأمر، حتى الآن لم يتم رسميا التوصل لكل هذه الجهات ولكن جاري التوصل في الأيام القادمة. بنشكر الأستاذ مجدي البدوي. أنا بس عايز أقول كلمة أخيرة. اتفضل. أنا بناشد أصحاب الأعمال أي. اللي هم يعني حتى ظروفهم ما تسمحش في خلال هذه الفترة تحديدا يعني الظرف الاقتصادي الحالي أي. إن هم يعني يبادروا ويطبقوا، ما مش عايزين حد في المرحله دي يقول لا مش قادر حتى لو هيدفع من جيبه، دي مرحله وبتعدي، احنا يعني الظروف الاقتصاديه بتاع الناس تحتاج ان كلنا نتكاتف ونقتدي بالدوله. بنشكرك لان ده استقرار اجتماعي. شكرا جزيلا. شكرا استاذ مجدي البدوي عضو المجلس القومي للاجور على هذا الامر. شكرا. شكرا جزيلا. شكرا. كده مشاهدينا خلصت حلقتنا مع حضراتكم النهارده، كنا معاكم على مدار 3 ساعات انا ومصطفى ومنى، وبكره حلقه جديده من صباح الخير يا مصر دايما في نفس الميعاد. ربنا يصبحكم بالصحه والسعاده والرضا.